صباح الخير، صباح الهنا والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير، صباح الفل وصباح العسل على كل حضراتكم. مواضيع مهمة بنناقشها قبل الحلقة، وساعات بيبقى في اختلافات في وجهات النظر في بعض الأحيان، بس بيمشي الحال بيمشي الحال. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، بنصبح على كل حضراتكم وإن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا بحلقتنا النهاردة اللي هنتكلم من خلالها عن كثير من الموضوعات المهمة، وأكيد هنتناول بالتحليل وبالرؤية اللي فيها شيء من الاستشراق طبعا فيما يتعلق بمباراة النهاردة إن شاء الله الساعة 7:30. ان شاء الله تكون ماتش قوي، ان شاء الله هيبقى ماتش قوي، مش بس قوي جدا، وناس كتير جدا مستنياه وناس بقى من دلوقتي بتتوقع، وده يمكن السؤال اللي احنا كمان بنطرحه على حضراتكم. أيوة. توقعات نتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز، وكمان مين نجم المباراه من وجهه نظر حضراتكم، ده سؤال السوشيال ميديا معانا النهارده. يا ريت كده تقولوا لنا توقعاتكم ايه، وفي نفس الوقت احنا هنحاول ان احنا ننسق فكرتنا برده ايه اللي هيتوقع صح، ان احنا نعرض برده اسمه او نجيبه على التليفون، يعني هنظبطها مع إدارة إن شاء الله، بس مش هنعدي كده اللي بيتوقع صح، عشان إيه برضو يستحقوا صح كده؟ طبعا الناس بتتعب معانا ويهتموا بيتابعوا وبيبعتوا، فأقل حاجة يعني لازم نقدمها لهم طبعا. إن شاء الله تبقى مباراة قوية، وأكيد أكيد الفوز يكون أهلاوي. نبدأ بقى أول أخبارنا، وإحنا كده بنحب نبدأ مع حضراتكم بالأخبار الحلوة الإيجابية اللي خاصة بالنادي الأهلي، وبنتكلم عن مدى هنا بقى في الخبر ده الفخر والاعتزاز بالدور الريادي تحديدا للنادي الأهلي، اللي هو بيسعدنا جميعا وبيشرفنا جميعا، وده مش كلام ومش طالعين نقول شعارات. ليه؟ لأن الواقع هو اللي بيثبت ده، في واقع احنا بنعيشه. ريادة النادي الاهلي حقيقة هنا بشهادة مين بقى؟ بشهادة الايزو. دي شهادة منحت للنادي الاهلي كأول نادي في مصر وفي افريقيا بيحصل عليها، نتيجة حرص مجلس الادارة برئاسة كابتن محمود الخطيب على التطوير المستمر في قطاعات الاهلي المختلفة، ويمكن اللي احنا عرضناها اكتر من مرة، كنا حريصين دايما نعرضها يوم بيوم في 10 الصبح كمان في الاهلي وعلى البرامج المختلفة في قناة الاهلي، نتيجة طبعا الجهد ده انها حصلت بقى ادارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية اللي كلنا عارفينها طبعا ISO 9001، عشان يصبح النادي الأهلي هنا أول نادي رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا بيحصل على هذه الشهادة اللي بتعكس رغبة هنا القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة اللي بيستحقها في كل العصور. امبارح المهندس عثمان محمد عثمان رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات NES قام بتسليم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي شهادة الايزو 9001 في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، وطبعا ده جه بعد اجتياز عملية التدقيق على كافة أنظمة الإدارة بالنادي اللي قام بيها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات نير إيست سيرفيس أو NES، كان ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات يورو سيرت، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة ISO 9001. مجلس الإدارة كمان أشاد برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد هنا الإداري، خص فريق المراجعين من شركة NES بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى، هنا بنتكلم فني وحرفي متميز طبعا أثناء عملية التدقيق، وهنأ كمان المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة للنادي على هذا الإنجاز، مشيرا طبعا أن حصول النادي الأهلي على هذه الشهادة كأول نادي رياضي مصري وأفريقي بيحصل عليها بيمثل اعتراف دولي بتمنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وكمان تطبيقها بنجاح. كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أعرب عن سعادته البالغة بحصول النادي الأهلي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية الأيزو، وقال إن الخطوة دي بتعكس إصرار مجلس الإدارة على السير بمنتهى القوة لتحقيق كل أهدافه في كل الاتجاهات، ليس فقط الرياضية ولكن أيضا الإنشائية والإدارية. كل ده بيحصل في ظل البحث الدائم عن وضع النادي في المكانة اللي يستحقها على كافة الأصعدة، وكمان بالشكل اللي يلبي طموحات كل أعضائه وكافة جماهيره. كابتن محمود الخطيب كمان اكد تقديره للتعاون مع شركه NES المفروض بتعد واحده من كبرى الهيئات المانحه لشهادات نظم الاداره في مصر واوروبا طبقا لمتطلبات المواصفات الدوليه للنظم اداره الجوده. طيب تعالوا نروح نشوف كلمه بقى كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل. في البدايه طبعا برحب بمجموعه عثمان بي وشركه NES اللي في احتفاليه اعتقد بالنسبه لنا شيء بيسعدنا وشيء بنتطلع ليه دايما كنادي اهلي، ان احنا ازاي يبقى لينا ادوار مش بس رياضية، ادوار ارادية ادارية، ادوار مع العاملين في النادي، ادوار مع اعضاء وجماهير النادي. لازم النادي الاهلي يكون عيلة واحدة ومنظمة واحدة.
الحقيقه يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي يمكن اكتر من شهر وشويه. المهندس خالد درندلي كان كلمني وقال لي ان عثمان بيه يعني بيفكروا ان شايفين النادي الاهلي مؤسسه كبيره وعايزين يشوفوا النادي الاهلي يستحق ان يكون هناك المؤسسه الكبيره دي، يكون هناك شهاده عالميه شهاده الايزو. فطبعا بشكرهم جدا انهم فكروا في النادي الاهلي. وفي الفتره دي اكتر من شهر تقريبا بقى في ادوار كثيره جدا من مجموعه العمل اللي انا بشكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقه بتاعه الشركه اللي مع عثمان بيه، على اساس ان هم تواجدوا في النادي تقريبا يوميا، تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي مع الادارات المختلفه في النادي، فقدروا ان هم يكونوا فكره حقيقيه عشان هم كمان يكونوا صادقين في التقرير اللي بيرفعوه. والفكره الحقيقيه ديت هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمه العالميه، اقتنعوا بهذا الامر بعد تقريرهم الحمد لله انهم شافوا على ارض الواقع ان النادي الاهلي له اسس وله اسلوب متطور تقريبا يعني اداريا الحمد لله. وطبعا ده مش عايزين نقف يعني، كان في زي ما بيقول دلوقتي عثمان بيه هي دي مرحله ومرحله اولى، لكن التطور دوت او الاسلوب الاداره ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجماهير النادي، المنافذ اللي موجوده في النادي كيفيه عملها ازاي، دي بدايه. لان اذا كنا بناخد النهارده يكون في يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهاده عالميه او الايزو العالميه تكون للنادي الاهلي، هذا امر يسعدنا جدا بس بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده، والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني. وانا بشكرهم لان هم يعني الحقيقه شافوا النادي الاهلي كمؤسسه كبيره، يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول، فده شيء انا يعني بيسعدنا جدا كمجلس اداره. كان بشكر مجموعه العمل اللي اشتغلت في خلال اكتر من شهر مع مجموعه العمل الشركه، بشكركم جدا على كل اللي قمتوا بيه، دي مسؤوليه كبيره. بكرر شكر تاني لعثمان بيه ومجموعه الشركه كامله، وان شاء الله يكون زي ما قال عثمان بيه كده دي بدايه لتطور اداري ورياضي ومجتمعي اخر للنادي الاهلي ما يليق بالنادي الاهلي وجماهيره واعضائه. طيب تابعنا وسمعنا مع حضراتكم كلمه الرئيس المحترم للنادي المحترم اثناء تسلمه الشهاده المحترمه. صحيح جدا، وانا لفتت انتباهي كلمه كابتن محمود لما بيقول دي يعني فقط البدايه، هو معقوله بعد كل ده واللي احنا واصلين له من مكانه والشهادات والبطولات والتكريمات ويعني والفوز على ارض الواقع والانتصارات اللي بيحققها النادي الاهلي، كل ده برده لسه البدايه؟ انا كله جاي اتقالي تاخدي حاجه باذن الله يا رب. دايما دايما الاهلي يكون منصور، ودايما الاهلي كده بيكون دايما بيسعدنا وبيشرفنا في كل المحافل كمان الدوليه باذن الله. الحقيقه يعني جميلة. طبعا لا شيء مشرف. وبعدين ايه يعني عارفه اللي هو كده كانك عارفه خدت الختم يعني طبعا هو الختم معنويا وعلى ارض الواقع متاخد من زمان وخصوصا عند الاعضاء وعند عشاق هذا الكيان المحترم، لكن لما يبقى كلام رسمي وتبقى انت يعني النادي الوحيد في مصر وفي افريقيا اللي تحصلي على الشهاده دي الرسميه دي، طبعا يعني ده دليل اضافي على جوده النادي الاهلي بكل تفاصيله بكل ما تحمله يعني هذه الكلمه من معنى. كمان عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره شركه الشرق الادنى للخدمات ان اس، هو كمان الحقيقه قال كلام مهم جدا، قال ان الاهلي دايما سباق ودايما صاحب رياده في كافه المجالات ليس فقط الرياضيه ولكن الاداريه والانشائيه ايضا، وبالتالي حصوله على الشهاده يبرهن على اصرار كل مسؤوليه دائما على التفرد والتميز بوضع ناديهم في المقدمه بالعمل والجهد والسعي نحو التطوير ومواكبه العالميه. كمان اتكلم عن ان القرار ده والعمل على هذا الامر استغرق 3 أسابيع كامله، وطبعا سبق هذا القرار وهذه الشهاده جولات مستمره للشركه قامت بها في مقر الاهلي بالجزيره وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد، وطبعا اثناء هذه الزيارات دونت كل تقاريرها عن مثاليه سير العمل داخل النادي الاهلي سواء على صعيد العمل الاداري او منافذ الخدمات ومنافذ البيع داخله، واللي بتعكس طبعا مدى حرص المسؤولين داخل النادي الاهلي على الوصول الى اعلى معدلات النجاح في هذا الامر.
جميل جدا، وهنفضل نقول ونردد من نجاح لنجاح دايما ان شاء الله يا اهلي. نروح بقى على النهارده وننتقل كده للمباراه المهمه النهارده، الاهلي وبيراميدز، وهيكون لينا اكيد كلام كتير جدا عنها. بس خلونا نبدا بقائمه الاهلي اللي اعلنها باتشو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي. شملت مين بقى؟ شملت هنا محمد الشناوي، وعلي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، احمد رمضان، بيكهام، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن، ووالتر بواليا. طبعا لقاء الاهلي مع بيراميدز النهارده على سد الدفاع الجوي هيكون ضمن منافسات الجوله العاشره في بطوله الدوري الممتاز، وحدث هو بالفعل محط انظار يعني كتير جدا جدا من محبي كره القدم بشكل عام والنادي الاهلي بصفه خاصه. خلونا نتكلم عن الفنيات، ولما نقول فنيات يبقى احنا بنتكلم على دكتور احمد بيومي، محلل الاداء في قناه النادي الاهلي. يا دكتور احمد، صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل عليكم جميعا، وصباح التوفيق ان شاء الله النهارده في المباراه. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا يعني ايه، بنسعد دايما بالاستماع وتامل، ده شرف لينا احنا، ونتامل كده احصائيات حضرتك وارقام حضرتك واللي بنعرف من خلالها وضعنا عامل ازاي، وكمان الفريق المنافس وضعه عامل ازاي. طيب خليني النهارده، انا بشوف المباراه النهارده ان فيها جزء نفسي اكتر من الجزء الفني بكتير. يمكن هي طبعا من الدرجه الاولى تعتبر مباراه مهمه عشان هي تسبق بطوله كاس العالم للانديه، ومهم جدا ان شاء الله ان شاء الله النهارده الاهلي هيخرج بنتيجه ايجابيه باذن الله النهارده ان شاء الله. خلينا نبني التحليل من مباراه النهارده من خلال ثلاث محاور رئيسيه. اول محور هنستعرض فيه مشوار الفرقتين، وهنعلق طبعا مشوار الفرقتين خصوصا نادي بيراميدز. المحور الثاني خلينا نعرض برضو مقارنه تحليليه للفرقتين بوجه عام، وبعد كده المحور الاخير هنعرض فيه نقاط القوه ونقاط الضعف على مستوى اللاعبين. طيب خلينا الاول نستعرض مشوار الفرقتين. هنلاقي ان الفرقتين لعبوا 8 مباريات. النادي الاهلي ترتيبه الاول بفرق الاهداف طبعا، نادي بيراميدز ترتيبه الخامس، ويمكن هو بيشترك مع 3 انديه في نفس المركز، النادي المصري وانبي والمقاصه، هما الثلاثه هما الاربعه عندهم 13 نقطه مقابل 20 نقطه للنادي الاهلي. النادي الاهلي قدر ان هو يفوز في 6 مباريات مقابل 3 فقط لنادي بيراميدز، والهزيمه طبعا في هزيمه وحيده لنادي بيراميدز مقابل ان الاهلي ما اتهزمش في ولا مباراه. الاهلي تعادل في مباراتين مقابل 4 مباريات تعادل لنادي بيراميدز. النادي الاهلي له 19 نقطه 19 هدف كاقوى خط هجوم زي ما قلنا قبل كده مقابل 11 هدف فقط لنادي بيراميدز. الاهلي دخل فيه 4 اهداف مقابل 8 اهداف دخلوا في نادي بيراميدز. يمكن من خلال المشوار اللي احنا عرضناه ده هنعلق على نقطتين. بالنسبه للثمان اهداف اللي دخلوا في نادي بيراميدز، يمكن هي كانت اخطاء واضحه جدا من قلبي الدفاع، سواء كان في تمركز خاطئ اثناء العرضيات او تمركز خاطئ برضو في الاختراقات من قلب الملعب. وبرضو نقطه ثانيه يمكن ممكن حضراتكم تتفقوا معايا فيها، ان على الرغم ان النجوم اللي بيضمها نادي بيراميدز الا ان هو قايم بدور غير ايجابي في بدايه مشواره في الدوري، ولو ده ليه دلاله بيبقى ليه دلاله واحده جدا ان كره القدم هي منظومه متكامله، انها مش مجرد اسماء، ولكن انت لازم يكون وراك اداره، لازم يكون وراك جهاز فني، لازم يكون وراك جماهير. فهي كره القدم هي منظومه متكامله ومش فقط بتعتمد على النجوم اللي موجودين داخل البساط الاخضر. ده كده يمكن احنا عرضنا سريعا مشوار الفرقتين في الدوري. هننتقل بعد كده للنقطه الثانيه اللي هي هنعرض فيها مقارنه تحليليه للفرقتين عشان نقدر نقف على الاسلوب المتبع لنادي بيراميدز والنادي الاهلي ونشوف ايه الارقام اللي الاهلي متفوق فيها. هنبص برضو هنلاقي ان معدل الاستحواذ، هنلاقي ان الاهلي معدل استحواذه خلال الدوري 60% كمعدل استحواذه، احنا برضو عرضنا قبل كده ان الاهلي اكبر فرقه في الدوري دلوقتي بتقدر تعمل معدل استحواذ مقابل 58%. الجدول اللي قدامنا مش مع اللي هنلاقي ان الاهلي متفوق في كل الارقام، بس ده مش بيقلل من المنافس على فكره، لان هنلاقي ان المنافس قريب برضو منك، يعني 60% للنادي الاهلي برضو مقابل 58% للبيراميدز. هو 58% ده برضو رقم كبير، هو فريق برضو بيلعب على الاستحواذ من الدرجه الاولى. هنلاقي برضو ان كل رقم هنعرضه مرتبط بالرقم اللي قبله. يعني ايه؟ يعني هنلاقي ان معدل الاستحواذ لازم يكون مرتبط بمعدل التمريرات. هل انا استحواذي ده انا قادر ان انا اترجمه لمعدل تمريرات عالي داخل الملعب ولا لا؟ فهنلاقي ان الاهلي برضو عنده معدل التمريرات 618 تمريره مقابل 548 تمريره لنادي بيراميدز.
بعد كده هنخش على الرقم اللي بعده اللي هو معدل الفرص. هل انا قادر من خلال استحواذي وخلال تمريراتي جوه الملعب ان انا اخلق فرص على المرمى واكون ايجابي ولا لا؟ هنلاقي ان الاهلي برضو عنده 11 فرصه قادر ان هو يخلقها داخل ال 90 دقيقه مقابل 7 فرص بس لنادي بيراميدز. بعد كده من خلال الفرص بيبقى في اهداف انا متوقعه من خلال الفرص دي ان انا احرزها، سواء كانت اهداف صعبه او اهداف سهله. فهنلاقي ان الاهلي برضو معدل اهدافه المتوقعه 2.5 مقابل 1.77% لنادي بيراميدز. طيب هنلاقي بعد كده برضو ترجمه بقى كل الارقام اللي فاتت دي، انا قادر فعلا بقى ان انا اسجل اهداف ولا لا؟ هنلاقي ان برضو النادي الاهلي كاعلى معدل تهديفي 2.4 مقابل 1.4 لنادي بيراميدز. دي كلها تعتبر ارقام هجوميه. طب على المستوى الدفاعي، على مستوى الدفاع لان الاهلي دخل فيه هدفين فقط مقابل 8 اهداف بمعدل هدف كل مباراه لنادي بيراميدز، ودي النقطه المهمه جدا جدا ان شاء الله الاهلي هيلعب عليها النهارده، سواء على قلبي الدفاع او حارس المرمى، كنقاط ضعف واضحه جدا من خلال الاهداف اللي دخلت مرمى بيراميدز. الو، احنا سامعينك يا دكتور احمد، احنا ساكتين، احنا في حاله صمت بليغ عشان نعرف نتامل كده الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس انا عايز اسالك على حاجه الحقيقه، طبعا بعيدا عن الارقام والاحصائيات اللي هنرجع لها تاني اكيد خلال لحظات، بس انا بيتهيألي برضو مش عارف حضرتك ممكن تتفق معايا ولا تختلف في وجهه النظر دي، ان الفرق بشكل عام وفرق زي بيراميدز بصفه خاصه تاني بعيدا عن الارقام والحسابات الورقيه قدام النادي الاهلي في اي مباراه ليهم، يعني قصاد النادي الاهلي ما عندهم، وساعات كتير ممكن الانطباعات اللي احنا ممكن نكون خدناها بناء على الارقام والاحصائيات لمبارياتهم السابقه تختفي تماما ويستجد جديد في المباراه نفسها. مش ده بيحصل؟ حضرتك لخصت كل اللي احنا عاملين نقوله ده فعلا. اي فرقه تيجي قدام النادي الاهلي بتعمل له الف حساب، وبتبقى بالنسبه له هي دي المباراه اللي يقدر يعرض فيها لعيبته وان كل لعيب يقدر يأدي اكتر حاجه عنده. ولكن الارقام احنا بس بنقدر نستفيد منها في حاجه، ان احنا نعرف شكل الفرقه وايه اسلوبها في اللعب. طبعًا يعني هل دي فرقه استحواذ؟ هل دي فرقه فعلا بتسيب الكره للفريق المنافس وبتلعب على الهجمات المرتده؟ هل عندهم عرضيات كتير؟ لكن الاسلوب العام، الاسلوب العام بيتغير، وكل لعيب النهارده بيبقى بيقاتل في المباراه دي بالذات، سواء اللي هي بيسموها مباريات القمه، سواء الاهلي سواء الزمالك، بيجي قدام الفرقه الكبيره دي ويبتدي يطلع اقصى طاقه عنده. ففعلا كلام حضرتك مظبوط 100% على فكره. جميل. طيب هننتقل بقى للنقطه الثانيه، بعد ما قارنا ما بين اسلوب اللعب الفرقتين هنبص لنقاط القوه ونقاط الضعف على مستوى اللاعبين. طيب النهارده رجع لنا طبعا كابتن محمد الشناوي، دي نقطه قوه كبيره جدا وهتدي تقل داخل الملعب. لو جينا قارنا بين كابتن محمد الشناوي وشريف اكرامي هنلاقي ان الاثنين، محمد الشناوي لعب 7 مباريات مقابل ان شريف اكرامي لعب 8 مباريات. محمد الشناوي دخل فيه هدفين مقابل 7 اهداف دخلوا في كابتن شريف اكرامي. وهنلاقي ان على مستوى الشباك النظيفه قدر محمد الشناوي انه يحافظ على الشباك النظيفه 5 مباريات مقابل 3 فقط لشريف اكرامي. ويمكن دي نقطه قوه لينا ونقطه ضعف لازم نستغلها برضو في فريق بيراميدز. طيب على مستوى بقى الدفاع، زي ما قلنا قبل كده ان هم دخل فيه 8 اهداف، فقلبي الدفاع عنده فيه مشكله. عشان كده احنا هنقارن ما بين بدر بنون وما بين علي جبر. ويمكن بدر بنون يعني لعيب انا بشايف انها صفقه هايله جدا، انه بيأدي بشكل هايل جدا مع النادي الاهلي، ما احتاجش وقت انه يندمج مع النادي الاهلي، وعنده ثبات انفعالي وهدوء يمكن منعكس بشكل كبير واضح في الاداء الدفاعي. ويمكن احنا بان جدا ان احنا افتقدناه الماتش اللي فات. لو جينا قارينا بينه وبين علي جبر كقلب دفاع برضه في نادي بيراميدز هنلاقي ان هما الاثنين لعبوا 7 مباريات. نسبة التمريرات الصحيحة عند بدر بنون 95% مقابل 89% لعلي جبر. يمكن الرقم 95% ده رقم مهم جدا لقلب الدفاع، انه بيبقى عنده قدرة انه يبني الهجمة بتمريرات صحيحة من الخلف، وبرضه ده بيقلل اخطاء ان ممكن انه يعمل تمريرة خطأ فتؤدي انها يبقى هدف يدخل فيه. ف 95% ده رقم كبير جدا وواضح جدا على مستواه. طيب رقم مهم جدا برضه هنقارن ما بين الاثنين، هنلاقي الضغط على المنافس. هو بدر بنون ضغط 10 مرات قدر انه يستحوذ على الكره 9 منها مقابل 15 و9 لعلي جبر. يعني في كل في 10 مرات قدر بدر بنون انه يضغط على المنافس فاز في 9 منها بانه يستخلص الكره من المنافس. ويمكن هنا واضح برضه التفوق لقلب قلب الدفاع بالنسبه للاهلي مقابل قلب الدفاع لنادي بيراميدز. هننتقل بعد كده للنقطه الاخيره وهي نقطه قوه بقى، نقطه قوه في فريق الاهلي ونقطه قوه في فريق بيراميدز، وهي مقارنه ما بين قفشه وعبد الله السعيد. يعتبر الاثنين هم صانعي الالعاب،
والنهارده اكيد ان شاء الله هيكون لقفشه دور كبير جدا في المباراه. لو جينا قارنا ما بين الاثنين هنلاقي ان قفشه لعب 6 مباريات مقابل 8 مباريات لعبد الله السعيد. قفشه قدر يحقق هدف مقابل هدفين، وطبعا ده نتيجه ان في مباراتين ما لعبهمش قفشه. صناعه الاهداف قدر ان قفشه يصنع 4 اهداف مقابل 6 اهداف لعبد الله السعيد، والاثنين متساويين في التمريرات البينيه 18 تمريره بينيه، ويمكن هي دي النقطه اللي النهارده هيكون ليها كلمه عليا، التمريرات البينيه اللي هيقوم بيها قفشه كصانع العاب ان شاء الله ان يبقى نطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله في مباراه النهارده. دكتور احمد، يعني اكيد بنشكر حضرتك جدا انا وكريم، واكيد الناس كمان استفادت، ولكن انا هختم حضرتك بسؤالي، ويا ريت الاجابه حتى تكون يعني في ايجاز كده. من راي حضرتك من وجهه نظرك، من الافضل للمشاركه اليوم امام بيراميدز؟ هل هو محمد شريف ام والتر بواليا؟ خلاص، يعني احنا شايفين ان من المباراه اللي فاتت محمد شريف قدر ينزل وقدر يحقق نتيجه ايجابيه. من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري، ان ممكن والتر بواليا يبقى ينزل كبديل للشوط الثاني لو حصل عدم توفيق في الشوط الاول، لكن انا وجهه نظري ان محمد شريف ان شاء الله هيبدا نتيجه ان مستواه، وفعلا انه لما نزل الماتش اللي فات قدر انه يصنع الفارق، وكان بيأدي بشكل وبيبذل مجهود عالي جدا جوه الملعب، وبيروح على كل كوره، بيعمل تراي على كل كوره، مش مجرد لعيب صندوق فقط او لعيب 18 فقط، لا، لعيب كان بيأدي بشكل عالي. فوجهه نظري ان هو ان شاء الله يبدا النهارده. تمام، شكرا جدا لحضرتك دكتور احمد بيومي، محلل الاداء في قناه الاهلي. طيب، ده تحليل سريع كده. طالما طمنا على وضع الاهلي في مباراه النهارده، ما تطمنين على الجو. الطقس بقى فعلا عايزين نروح. هو بص، يعني بص وراك، انا حاسه ان احنا شهر 8 خلاص، يعني كده عملنا الفقره والله العظيم شهر 8. خلينا نروح نتابع درجات الحراره ونرجع نكمل. ايه انت شايفه ايه؟ انا بقول نطلع فاصل. انا شايفه فاصل. يلا فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. بقول لحضراتكم من جديد، طبعا لسه كلامنا معاكم عن مباراه النهارده بين الاهلي وبيراميدز لم تنتهي بعد، وهنعرف كمان معاكم دلوقتي المزيد من التفاصيل، وهنروح على مقر الاول لكره القدم من النادي الاهلي، وكواليس ما قبل المباراه هنتعرف عليها من خلال مراسلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق، صباح الخير عليك، وتفضل سامعينك بتفاصيلك بقى الكامله. اهلا بيك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوند. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، يوم سعيد ان شاء الله على كل مشاهدينا وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. واحده من المباريات الصعبه في مشوار النادي الاهلي نحو الدرع رقم 43 هي مواجهه فريق بيراميدز اليوم في الجوله العاشره للدوري المصري الممتاز. يعني عشان نقرب ونقول التفاصيل وكل الكواليس يا كريم، خلينا نرجع بالامس للمران الاخير لمستر بيتسو موسيماني مدير الفني لفريق النادي الاهلي. يعني كان في بعض الامور والنقاط الفنيه اللي لازم نقف عليها ونتكلم عليها. مستر بيتسو موسيماني كان حريص جدا ان هو يتكلم مع اللاعبين، طبعا اشاد بالروح اللي كان عليها الفريق في شوط اللقاء الثاني من لقاء المقاولون العرب، وقال هي دي دايما شخصيه لعيبه النادي الاهلي، وهو دي السمات اللي لازم يتحلى بها لعيب النادي الاهلي، هي دي الامور اللي النادي الاهلي بيتوارثها جيل بعد جيل. ايضا من النقاط المهمه جدا اللي هو اتكلم فيها مع اللاعبين على ضروره انهاء، يعني قبل السفر الى قطر، ان انا اكون على قمه الدوري، لازم اسيب انطباع لدى الجماهير، لا انطباع لدى الفرق اللي انا هواجهها في كاس العالم للانديه، طبعا حفاظي على قمه الدوري. طالب اللاعبين اليوم طبعا بالاداء والنتيجه الرائعه، طبعا عايز ان هو يعني قبل ما الراجل يسافر يكون كل الامور في الدوري ان شاء الله النادي الاهلي يستمر على القمه. عقب يعني المران مستر بيتسو موسيماني يعني بعض التفاصيل والامور الفنيه طبعا مش هناخد فيها، لكن هو كان بيركز في بعض الجمل اللي من ممكن يفاجئ فيها فريق بيراميدز اليوم،
من الواضح ان هو تابع كل كبيره وصغيره، كان ليه اجتماعات مع محللي الاداء موسي ويوشا سعيد، ايضا كان اجتمع مع بعض اللاعبين جلسات منفرده كده اثناء المران، محمد شريف، حمدي فتحي، السوليه، علي معلول، محمد هاني، كان حريص ان هو يشرح كل التفاصيل للاعبين، ايضا بعض الامور اللي اشتغل عليها، اشتغل على الكرات الثابته وكيفيه استغلال الكرات الثابته. عقب المران مستر بيتسو موسيماني اعلن عن قائمه بتضم 21 لاعب لهذا اللقاء، بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، محمد هاني واحمد رمضان، بيكهام، بدر بنون، ياسر ابراهيم، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول لخط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، ومحمد مجدي قفشه، حسين الشحات، كهربا، وطاهر محمد طاهر لخط الوسط، خط الهجوم صلاح محسن، مروان محسن، ولتر بواليا، ومحمد شريف. دي القائمه اللي اعلنها مستر بيتسو موسيماني. بالنسبه بقى لتفاصيل اليوم، لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30 ظهرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4، ثم المغادره والتحرك الى ملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 5:30. بالمناسبه المباراه هتقام على استاد الدفاع الجوي اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني مش اكثر من 10 دقائق. حتى الطقس نقدر نقول ان درجه الحراره حاليا 17 درجه مئويه، من المقرر ان درجه الحراره اثناء توقيت المباراه هتكون 16 درجه مئويه. بالنسبه لطاقم تحكيم اللقاء، يعني كان نادي بيراميدز قدم طلب ان هو طلب حكام اجانب، لكن الاتحاد المصري قرر اسناد المباراه لطاقم تحكيم مصري. النهارده الكابتن جهاد جريشه هو من يتولى قياده اللقاء من الناحيه التحكيميه، بيعاونه سمير جمال مساعد اول، احمد توفيق طلب مساعد ثاني، الحكم الرابع عبد العزيز السيد، اثنين حكام طارق مجدي ومصطفى الشهدي. ايضا من المقرر ان النادي الاهلي طبعا النهارده هيظهر بالزي الرسمي، الزي الاحمر للنادي الاهلي، بينما فريق بيراميدز هيظهر بالزي الازرق. من النقاط المهمه ايضا يا كريم عايز اتكلم عليها، ان النادي الاهلي بالامس طبعا كان صدور او يعني عرفنا ان المسح سلبيه مسح جميع لاعبي النادي الاهلي باستثناء اكرم توفيق اللي ثبت ايجابيه مسح الكورونا الخاصه باكرم توفيق، نتمنى له كل الشفاء ونتمنى كل الشفاء لكل اللاعبين. ايضا كان ليه حديث مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب بفريق النادي الاهلي اللي حاولنا من خلاله نطمن على حاله وليد سليمان، وطمني اكتر على حاله وليد سليمان، وقال ان وليد سليمان بيسير يعني امور يعني الاشاعات اللي تمت لوليد سليمان بتقول ان النتائج كانت اكثر من المتوقع ومن المنتظر. ان شاء الله خلال الايام القادمه هيكون في يعني اخبار ساره باذن الله لجماهير النادي الاهلي بخصوص وليد سليمان. ايضا كريم نيدفيد هيكون واحد من اللاعبين اللي هينضم لفريق النادي الاهلي وهيلتحق بتدريبات فريق النادي الاهلي ان شاء الله عقب العوده من رحله السفر الى قطر بمشيئه الله. دي كل التفاصيل، كل الكواليس. انا موجود معاك يا كريم، موجود معاك انا هواند، لو في اي استفسار او اي تساؤل. كالعاده مش بتدينا ولا انت ولا كل زملائنا الحقيقه اي فرصه للمزيد من الاسئله والاستفسارات، لان دايما الحقيقه تقاريركم كافيه ووافيه. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، ومستمرين مع حضراتكم. طيب من مقر إقامة الفريق خلينا نروح لموقع يلا كورة، مراسلتنا نورهان طمان نتابع معاها بقى آخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة. نورهان أنا بصبح عليكي أنا وكريم، وهي هيكون معاها كمان ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي أيمن جلبرت ومدير نشر بموقع يلا كورة، وهتحللي معاه المنشطات اللي معاكي. ولكن أنا أركز من المنشطات دي فكرة، هنا احنا كنا امبارح بنتكلم عن هذا الملف، فكرة حارس الدنمارك لليد والإصابة اللي هي حصلت له في الماتش اللي كان خلال الدنمارك وكرواتيا يعني أو كرويجيا. عايزين نعرف هل هيشارك في إن شاء الله المباراة مع مصر غدا ولا لا. خلينا نعرف التطورات في هذا الملف. تفضلي يا نورهان. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فعلا يا نهاوند معانا خبر النهارده يخص لندن حارس مرمى الدنمارك، ولكن خلينا قبل ما نروح لاخبارنا يعني نفكركم بابرز مباريات اليوم. الساعه 5 النهارده المقاولين وسموحه على استاد او ملعب المقاولون العرب، وطبعا زي ما احنا عارفين الساعه 7:30 النادي الاهلي هيواجه نادي بيراميدز في المباراه المرتقبه في الجوله العاشره من بطوله الدوري المصري. نروح بقى لاخبارنا، ويمكن اول خبر معانا من موقع يلا كوره، ملف يلا كوره، توصيات اجتماع اتحاد الكره والثمانيه الكبار في مونديال اليد. كان في عده قرارات اتخذتها اللجنه الثلاثيه اللي بتدير
الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا برئاسة السيد أحمد مجاهد امبارح بعد اجتماعها مع الأندية، واللي كان أبرزها هي عودة الحراس الأجانب مرة أخرى أو السماح بتواجد الحراس الأجانب مرة أخرى للدوري المصري، طبعا بعدد 5 أجانب لكل فريق. في بعض طبعا التفاصيل اللي هنناقشها مع طبعا ضيفنا العزيز أيمن جلبرتو زي ما نوهت نهواند في بداية الفقرة، المسؤول عن النشر ومحتوى هنا بموقع يلا كورة. كمان نروح للخبر اللي يمكن الأبرز يا نهواند، خبر اليوم السابع، الدنمارك إصابة الحارس لندن لا تؤثر على مشاركته أمام مصر. يمكن حارس مرمى الدنمارك كان حديث الفترة الأخيرة طبعا مع يعني بدء فعاليات مونديال اليد اللي تستضيفه مصر واللي هتنتهي فعالياته في 31 يناير الجاري. لندن قدم مستويات فنية طيبة وكبيرة جدا، ده أدى يعني يمكن بعض التخوفات من جمهور يعني الجمهور المصري اللي بيتابع مونديال اليد. طبعا احنا زي ما احنا عارفين مصر هتواجه الدنمارك بكرة ان شاء الله في دور الثمانية على استاد القاهرة. كمان نروح في الجول، مدرب وادي دجلة السابق، الدوري يفتقد للملاعب الجيدة ولم أستطع منع بكها من الانتقال للأهلي. قال بابا فاسيليو مدرب نادي وادي دجلة السابق انه يمكن يعني الملاعب المصرية بتؤثر بشكل كبير جدا على اداء اللاعبين يعني وبتمنعهم من تقديم كرة قدم ممتعة. اما عن انتقال احمد رمضان بيكهام لنادي الاهلي قال انه كان يعني يتمنى استمرار اللعب، الا انه يعني يمكن ما قدرش يعني يؤثر على اللعب في هذا القرار بعد رغبة اللاعب مرة اخرى ان هو يكون في النادي الاهلي. بنرحب بضيفنا طبعا ايمن جلبرتو يعني صحفي بموقع يلا كورة والمسؤول عن محتوى النشر هنا في الموقع. أهلا بك أيمن على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. يمكن هنروح للخبر لندن الحارس مرمى نادي او منتخب الدنمارك، يمكن السوشيال ميديا اتكلمت عنه الفتره الاخيره بظهوره بمستوى فني كبير، وطبعا معانا من اليوم السابع خبر بيقول انه غياب يعني اصابته اللي يمكن يعني لحقت بيه في المباراه الماضيه مش هتاثر على يعني تواجده امام منتخب مصر بكره. طبعا في ماتش الدنمارك الحارس الدنمارك تعرض لاصابه، ويمكن المدرب فضل ان هو يعني يريحه عشان خاطر مباراه مصر في ربع النهائي. طبعا السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم على فكره ان هو زي تفقير كده على الحارس الدنماركي، لانه طبعا من افضل حراس العالم وواحد من احسن اللاعبين في كره اليد على مستوى العالم بمستواه المميز سواء مع منتخب بلاده او ناديه. لكن برضو الحارس البديل لمنتخب الدنمارك هو حارس نادي برشلونه وحارس مميز وبرضو واحد من أفضل حراس في العالم، يعني نحاول نبعد عن السكة دي شوية، احنا نركز في الهدف بتاعنا. منتخب مصر منتخب جيد، خلاص حقق الهدف الأول ليه ان هو يتواجد بين الثمانية الكبار. دلوقتي هو ما عندوش ما يخسره، يلعبوا اللعب بتاعهم بالحماس بالقوة، المدرب يعمل تاكتكس معينة، نصلح الأخطاء اللي وقعنا فيها في المباريات القوية اللي هي زي السويد وزي سلوفينيا، نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق المفاجاه. طبعا غياب الجمهور ده حاجه هتاثر على المنتخب، يمكن الصحف في الدنمارك اتكلمت على الموضوع ده تحديدا، ان لما واجهونا في المونديال هنا بتاع الشباب سنه 93 الامور كانت مختلفه لان كان في الاف من الجماهير في الاستاد، وهم قالوا في الصحف ان ده كان ممكن يبقى بياثر على الحكم، ياثر على يعمل ضغط على اللاعبين، لكن في وجود مدرجات خاليه بيخلي المواجهه بالنسبه لهم اسهل. لكن ان شاء الله كلنا ثقه في المنتخب المصري ان هو يقدر يحقق نتيجه جيدة ويتأهل إن شاء الله للسيمي فاينال. أيمن طبعا مش هينفع ما تكونش معانا وما نسألكش عن رأيك في مباراة اليوم النادي الأهلي وطبعا بيراميدز، يمكن مباراة مرتقبة وفي يعني اهتمام كبير جدا من جمهور الكرة في مصر بالمباراة، رأيك في يعني يمكن قائمة النادي الأهلي والتشكيل المتوقع من وجهة نظرك للمباراة؟ يمكن القائمة الحمد لله بتاعت النادي الأهلي متكاملة في النهاردة، الغيابات الوحيدة هنقول يعني محمود وحيد وأكرم توفيق لمشكلة المسحة الطبية بتاعته، عودة بدر بنون بالتأكيد قوة لدفاع النادي الأهلي في مباراة زي بيراميدز، النادي الأهلي هيبقى محتاج ان هو يبقى مركز دفاعيا لأن بيراميدز يمتلكوا بعض اللاعبين أصحاب المهارات في الجانب الهجومي. المباراة يعني نقدر نقول هي صعبة عشان المنافسة اللي بين الأهلي وبيراميدز، وإن بيراميدز عايز يطلع للمربع الذهبي، النادي الاهلي عايز يبتعد بالصداره او ان هو يحافظ على مسيرته في الدوري قبل التوقف بتاع كاس. في
في جانب نقدر نقول هو سهل في المباراة، ان نادي بيراميدز مش من الاندية اللي هتنزل تلعب النادي الاهلي بخط كامل في الدفاع، 10 لاعبين بالكامل في الخط الخلفي واللي هي الطرق الدفاعية الصعبة، وبالتالي ده يعني ممكن يساهم ان المباراة تبقى سهلة نوعا ما لو النادي الاهلي قدر انه ان شاء الله يصحح الاخطاء بتاعة عدم التهديف في الدقائق الاولى واستغلال الفرص بشكل امثل. النادي الاهلي يقدر ان هو يكمل مسيرته ويحقق الانتصارات بتاعته وان هو يتواجد في الصدارة قبل طبعا المشاركة في كاس العالم للأندية ومباراة الدحيل اللي كلنا بننتظرها، لكن المباراة النهاردة بالتأكيد هتبقى صعبة مرتقبة مثيرة حماسية. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. طيب نروح يا ايمن بقى الملف يلا كوره اللي احنا يمكن كان اول اخبارنا، ويعني قرارات اتحاد الكوره بعوده مره اخرى او ظهور مره اخرى للحراس الاجانب بعد ما كان في 2010 كان تم يعني منع انه يكون في حارس مرمى اجنبي بدعوى انه ده هياثر على منتخب مصر. رايك في القرار ده؟ يمكن دي من التوصيات اللي الناس اتفاجئت بيها في اجتماع اتحاد الكوره مع مسؤولي الانديه امبارح، توصية ان عدد اللاعبين الاجانب هيبقى 5 لعيبة دون تصنيف، يعني ما فيش فكرة ان لاعب شمال افريقي او لاعب فلسطيني او لاعب سوري يعامله كلاعب مصري في القائمة، وكمان دون تحديد مراكز. فده اللي تم استنتاجه ان خلاص الفكرة بتاعت ان حارس مرمى اجنبي ممنوع في الدوري المصري هيتم الانتهاء العمل بهذا القرار اللي زي ما انت قلتي هو قرار تقريبا يعود من 12 سنة كان كابتن سمير زاهر رحمة الله عليه يعني اتخذه، وفقا لقيل وقتها ان كابتن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب مصر في ذلك الوقت طلب ان يتم منع وجود الحراس الاجانب في مصر عشان ده عامل مشكلة بالنسبة لمنتخب مصر، لان وقتها ما كانش فيه غير عصام الحضري ويعني عبد الواحد السيد عبد المنصف، لكن المواهب نفسها في حراسة المرمى كانت صعبة الفترة دي. كان في مصر فيه حراس مميزين يمكن ابرزهم كان الكاميروني كاميني حارس مرمى حرس الحدود، وكان وقتها كمان في كلام ان النادي الاهلي بيتفاوض معاه، لكن طبعا لما طلع القرار ده في الوقت ده الموضوع كان صعب، والاهلي بعد كده تعاقد مع الحارس الفلسطيني لكن كان بيعامل معاملة المصريين كابتن رمزي صالح. من وجهة نظري فنيا القرار بالتأكيد من المفترض ان هو بيساعد الأندية اللي هي ممكن يكون عندها مشاكل في حراسة المرمى او ما عندهاش مواهب في الناشئين ان هي تستقدم حراس اجانب، ولكن من الوارد ان هو برضو يؤثر على منتخب مصر. يمكن طوال الفترة اللي طبق فيها القرار بتاع منع الحراس الاجانب كان برضو عصام الحضري هو اللي موجود على الساحة، ظهر بعد سنوات طويله الكابتن محمد الشناوي ومعاه يعني الكابتن محمد ابو جبل الكابتن محمود جنش، لكن حاليا هو الشناوي هو الابرز هو حارس مصر الاول، لكن بنقول ان ظهر بعد سنين من القرار ده، فاعتقد يعني هيبقى فيه قيل وقال، لكن من وجهه نظري انا المنتخب بنسبه كبيره ستاثر لو الحراس الاجانب في مصر بقى عددهم زائد عن الحد. يعني طيب كمان في ملف يلا كوره يعني فيما يخص الفار تقنيه الفار، يعني واضح ان في مشكله فيما يخص تطبيق تقنيه الفار هذا الموسم، رايك ايه؟ يعني انت شايف انه تقنيه الفار كان يعني اثرت سلبا ولا ايجابا على الدوري المصري بشكل عام؟ لا بالتاكيد وجود تقنيه الفار في الدوري المصري حاجة إيجابية حاجة كويسة، العالم كله بيدور إزاي إن هو يبقى موجود التقنية دي في الملاعب بتاعته، لأن هي بتساهم في إن الأخطاء التحكيمية تقل بشكل كبير. الجدل على القرارات الاعتراضات طبعا أي فريق ما يحبش إن هو يخسر بخطأ تحكيمي، وبالتالي وجود الفار كان مهم جدا في الدوري المصري. فكرة عدم استكمال الدوري يعني وانهاء العمل بالفار لمشاكل بقى مع الشركة او لاي سبب اخر اعتقد ده هيأثر سلبا على المسابقة وهيبقى فيه مشاكل كتير، فالافضل ان من دلوقتي اللجنة الثلاثية تدور على حلول لو هو في مشاكل ادارية او اي مشاكل معينة تخص التعاقد مع الشركة الحالية اللي بتورد او بتتيح لنا استخدام تقنية حكم الفيديو يكون في بديل سريع عشان يستكمل الدوري بيها. يمكن هم القرار الخاص بكاس مصر ماشي يمكن الادوار الاولى في الكاس ممكن يتم التعامل مع الامر بدون تقنيه فيديو، لكن في الدوري اعتقد الامر هيبقى صعب جدا ان الانديه تتحمل ان البطوله تستكمل من غير فار، وكمان هيبقى حمل كبير على اللجنه الثلاثيه ولجنه الحكام، لان احنا دلوقتي بوجود الفار شايفين ان في اخطاء تحكيميه مؤثره. النادي الاهلي اصدر بيان من ايام بخصوص الاخطاء التحكيميه الفجه، حتى برضو نادي الزمالك اصدر بيان، عدد من رؤساء الانديه اشتكى، وبالتالي الافضل للجنه الثلاثيه حاليا هي تفكر سريعا في بديل للشركه اللي موجوده حاليا لو التعاقد معها صعب،
ويتم استخدام الفار فيما تبقى مباراة الدوري بشكل طبيعي، ده أفضل ليها وأفضل للأندية طبعا. أستاذ أيمن جلبرتو بشكرك جدا على المعلومات الوافية، شكرا ليك جدا. دي كانت يعني يمكن أبرز أخبارنا هنا، ويمكن تعليق يعني تعليق زميلنا العزيز أيمن جلبرتو على معظم الأخبار اللي معانا. شكرا لكم جدا وعودة للاستوديو. طيب تسمحي لي أسألك آخر سؤال بس لضيفك كمان يا نورهان بعد إذنك قبل ما نختم معاك، لأن أعتقد دي نقطة هتكون مهمة. فكرة هنا التوصيات اللي كانت صادرة بالأمس من اتحاد الكرة وبند تحديدا الجدارة الرياضية، أنا عايزة أن أنت تسأليه لنا عن هذا البند، هل ده بنتكلم هنا ده يعني التوصيات دي تمهيد لشيء ما؟ يعني عايزين نفهم بالظبط التوصيات فيما يخص يعني الجدارة الرياضية. معلش وضحي شوية يا نواندي، فيما يعني يخص اتحاد الكرة بالأمس أصدر بعض التوصيات، هذه التوصيات كان منها الحديث حول بند الجدارة الرياضية، فهل التلميح على هذا البند ربما بيعكس مثلا خطوة أو في شيء هنكتشفه في الفترة اللي جاية؟ فياريت بس لو تسألي لنا ضيفك. تفضل يا نورهان. أيمن نهواند بتسألك عن قرارات أو بعض توصيات اتحاد الكرة فيما يخص الجدارة الرياضية، أنت شايفها إزاي؟ لا يمكن الجدار الرياضية تم يعني الاستعانة بالمبدأ ده في بعض الدوريات الموسم الماضي، زي مثلا الدوري الفرنسي لما تم إلغائه، وأعتقد الدوري الهولندي والدوري البلجيكي تم الاستعانة يعني بحسابات معينة حسمت أبطال الدوري هناك لما اتلغى. طبعا دي كانت المعضلة عندنا هنا الموسم الماضي، النادي الأهلي كان متصدر بفرق كبير جدا، فكانت الأزمة لو دوري اتلغى مين، هل الأهلي هياخد اللقب ولا زي المواسم اللي اتلغى قبل كده. لكن أعتقد أن الجدار الرياضية وجوده ده مهم، لكن لازم يبقى فيه حسابات دقيقة جدا، لأن مشكلة الدوري المصري أن التأجيلات فيه كتير، خصوصا بعد يمكن تم شوية السماح أن ممكن يبقى فيه تأجيلات لبعض المباريات لو فيه 5 حالات كورونا عكس قرار بتاع 16 حالة، وبالتالي وارد أن الماتشات كمان تتأجل أكتر. النادي الأهلي الفترة اللي جاية هيبقى عنده برضو عدد من المؤجلات بسبب كاس العالم للأندية، وبعد كده في السوبر الأفريقي، وبالتالي لازم يكون في حسابات دقيقة جدا، عشان لو لا قدر الله حصل أي ظرف طارئ وكانت الجهات هنا في مصر رأت أن استكمال الدوري أمر صعب، لما يتم الاستعانة بمبدأ الجدارة الرياضية ما بقاش في ظلم لأي نادي، سواء الأندية اللي بتنافس على القمة والتتويج بالدوري والمراكز المؤهلة للبطولة الأفريقية، أو حتى الأندية اللي هيتم هبوطها للقسم الثاني، لأن الجدارة الرياضية مش بس أمر متعلق بالتتويج بالبطولة ولكن للأندية اللي هي يعني بتنافس على الهبوط، وبالتالي لازم الحسابات تكون دقيقة جدا، يتم عمل حساب موضوع لو في مؤجلات، لو مثلا نفترض أن في نادي متأجل له 3 أو 4 مباريات وحصل لا قدر الله ان في الغاء للدوري، ايه اللي هيحصل النادي ده؟ من الوارد النادي ده لو كسب المؤجلات موقفه يتحسن في الدوري، سواء كان بتتويج او في الهبوط. فالمبدا ده نفسه لازم يتم مراجعته، يتم وضع حسابات دقيقه جدا، نستعين بالتجارب اللي هي في اوروبا نشوف عملوا ايه في الموضوع ده، وبالتالي لو لا قدر الله لجأنا للسيناريو ده تبقى كل الانديه الموضوع واضح قدامها، ما يبقاش في نادي معترض. ويعني نتمنى ان شاء الله ما نلجأش للمبدا الجدار الرياضي، وان شاء الله الموسم يكمل على خير. يعني شكرا ليك جدا يا ايمن، وشكرا ليكم جدا، ودي طبعا زي ما يعني قدمنا لكم دي كانت ابرز اخبارنا هنا، وده كان تعليق الزميل العزيز ايمن جلبرتو على بعض اخبارنا، وكان يمكن كمان يعني ادانا رايه المفصل فيما يخص قرارات اتحاد الكره المصري الاخيره. شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو. نشكرك جدا يا نورهان، وبنشكر زميلنا العزيز فاروق، وباذن الله ترجعوا منتصرين يا فاروق باذن الله، وتحياتنا اكيد ل يعني الفريق، سلم لنا عليهم كلهم. شكرا لك يا كريم. نطلع فاصل هنطلع ولا نكمل؟ احنا لسه مكملين، احنا مكملين، مفيش حاجه زي ما احنا. عجبني جدا في كلام الاستاذ ايمن، طبعا هو شخص جميل جدا، ولكن الجزئيه اللطيفه اللي وقفت عندها انا كتير ساعات لما كان بيتكلم على مباراه مصر والدنمارك بكره ان شاء الله، وعلى حارس المرمى، فلنتبع سياسه ثانيه غير التفقير. طب ما التفقير عمل شغل، هو القر والنبر بتاع الناس عمل شغل مع الحارس الاساسي. انا اتفاجئت ان الحارس الاحتياطي هو حارس برشلونه، فبقى السؤال اللي تبادر لذهني وقتها، طب احنا لو قعدنا النهارده بالليل نكثف القر والتفقير على الحارس البديل نلحق نعمل شغل قبل ماتش بكره؟ ما قال لك البديل بتاعه برده قوي، انت عايز على البديل بقى، نشتغل على البديل بقى، عندنا مساحه يعني يوم كامل بليلته، فربنا يصلح الحال. طيب على كل الاحوال الحقيقه يعني فيما يتعلق برده بمونديال كره اليد
اليد مصر 2021. الحقيقه المبدا نفسه فكره تنظيم مصر لكاس العالم لكره اليد حاجه مشرفه جدا، حاجه مبهجه جدا، وهذا الكلام او هذه التفاصيل انعكست الحقيقه بمنتهى الايجابيه على وجهه نظر وعلى اراء كل اللاعبين الاجانب والمنتخبات الاجنبيه اللي شاركت في البطوله. هنشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير لعيبه المنتخبات المشاركه في مونديال اليد قالوا ايه عن حسن تنظيم البطوله في مصر، ونرجع نكمل كلام. Hello. Hola. 대한민국 국가대표. My name is Thomas Eichberger. I play as a goalkeeper for the Austrian national team. I'm Piotr Krapkowski, captain for the Polish national handball team. Nicolas Fabra, I'm the captain of the Uruguayan national handball team. Eu sou Henrique Teixeira, central e capitão da seleção brasileira. Sou Emil Forsman, jogador da seleção de Chile. Én estoy muy contento aquí en Egipto. Miklós Roland vagyok, a magyar válogatott kapusa és csapatkapitánya. Soy Raúl Interríos, capitán de la selección española de balonmano. Estamos disputando este campeonato extraordinario. Teníamos muchas ganas de venir a Egipto. I think Egypt is a beautiful country with beautiful weather. I'm very happy to know Egypt, incredible country, incredible culture. 주장 이병주라고 합니다. 이번 이집트 세계 대회에 있어서 제 Egypt is a nice country. All the people are very nice and I'm very happy to be here. Jogo no CSM Bucareste e queria agradecer aí todo o povo do Egito pela grande competição organizada, pela estrutura. E ciò che sono a magyarok nap hogy szurkoljatok nekünk még egy lépcsőre tovább tudtunk lépni az álmaink felé. Sabemos que es un campeonato difícil por toda la situación que hay por el COVID, pero seguimos avanzando y esperemos que todo termine bien. They have really nice things here. They have the pyramids. They have really nice people. Nice, always smiling. 좋은 경험을 했고 여러 나라 사람들과 몸을 부딪히면서 땀을 흘리고. It's very nice the people who treat me and it's great. It's great Balkans. Úgyhogy otthonról is küldjetek nekünk az erőt, hajrá magyarok! And I hope Egypt will go to quarterfinal. And I hope we will meet somewhere in this first three places. Desde o Brasil, grande beijo. طيب دي كده فاصل بقى المره دي بجد فاصل دي ما لا يدعي اي مجال للشك. طيب قبل بس ما نطلع الفاصل اسمحوا لي ان انا افكر حضراتكم مره تانية بسؤال السوشيال ميديا النهارده، توقعات حضراتكم لنتيجه المباراه بين الاهلي وبيراميدز اليوم، ومين هو برضو نجم المباراه من وجهه نظركم؟ احنا هنروح فاصل، بعد كده هيبقى معانا ثلاث فقرات، فقره السوشيال ميديا دي الاخيره، وهيبقى معانا فقره مع الناقد الرياضي كريم سعيد، وهنتكلم في محاور كتيره جدا، وهيبقى معانا بقى فقره اولى عن البلياردو، رياضه جميله جدا، هيبقى معانا بطل الجمهوريه في البلياردو، بس بعد الفاصل. أبطال مصر دائما ما يكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في كل مجال وكل منافسة يدخلونها بقوة، وهو ما فعله بطلون اليوم في منافسات البلياردو الذي خاض العديد من المسابقات والبطولات المحلية والقارية واستطاع أن يحصد ألقابها باقتدار. محمود يحيى الهريدي صاحب 22 عاما لاعب سموحة ومنتخب مصر في البلياردو نجح في العديد من المنافسات وتوج بطلا للجمهورية في مسابقات الناشئين تحت 18 سنة موسم 2015، وفي عام 2017 كانت بداية التتويج بثلاثة ألقاب متتالية لبطولة الجمهورية تحت 21 سنة أعوام 2017-2018-2019، كما شهد عام 2018 تتويجه ببطولة العربي للناشئين، وحقق نفس الإنجاز في 2019، ولم ينتهي عام 2019 إلا وكان قد حقق فضية البطولة العربية رجال، وحصل كأس مصر مع نادي سموحة ولقب بطل مصر للجامعات. المنافسات والبطولات لم تتوقف عند محمود يحيى عند هذا الحد، بل يأمل في تحقيق إنجازات أخرى على المستوى القاري والعالمي حين يشارك في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2022 بكينيا.
معانا بطل زي ما حضراتكم شفتوا في لعبه يمكن اغلبنا ممكن ان هو يلعبها لما بيسافر، يلعبها كتسليه مع صحابه، وفي ناس بيلعبها هوايه، لكن هي فيها احتراف وهو احترف فيها ودخل كمان مسابقات وبطولات محليه وبنتكلم قاريه. خلينا نعرف اكتر عنه، عن مشواره وعن سنه وعن حياته كمان الشخصيه، ونعرف بالظبط وصل لغايه ده فين، خصوصا ان زي ما قلنا هي لعبه، يعني لما بتسمع ان حد احترف فيها ممكن برضه تستغرب. احنا كنا فاكرين بلياردو ده ممكن نلعبه على سبيل كده الهوايه وخلاص. خلينا نرحب بمحمود يحيى الهريدي بطل الجمهوريه في البلياردو. يا صباح الخير عليك. نورنا يا محمود، وحمد لله على السلامه. ابن بلدي اسكندراني، وكنا بنتكلم قبل يعني قبل ما ندخل دلوقتي في اللينك ده، وعرفت ان في كتير من معارفه حبايبي، بس قال لي في وسط الكلام جمله عايز اقول لك، خلاني كده ايه، عملت فلاش باك، قلت ياه والعمر بيجري للدرجه دي. قال لي بيوصل لي سلام يعني الحبايب محمد حموده وريم، يقول لي انت عارف اللي مربياني ريم سمير اللي كانت معاك في الفصل، بعد كده بصيت له كده اللي مربياني كانت يا محمود انت منورنا. وطبعا تحياتنا لريم ولمحمد حموده، سعداء جدا لوجودك معانا، وحاجه مشرفه للاسكندرانيه. ربنا يخليك. طيب زي ما كانت نهوان بتقول فعلا، يعني دي فعلا ملحوظه في محلها، البلياردو بصفه خاصه دونا عن باقي الرياضات، لما حد بيمارسها غالبا ما بيمارسها على سبيل الهوايه فعلا او تمضيه وقت لطيف، لكن انت خدتها احترافه من اول يوم. برضو النشأة والأعمار الصغيرة غالبا لما بييجوا يبتدوا يمارسوا رياضة يختاروا رياضة جماعية رياضة فردية، بس البلياردو غالبا ما بيكونش من ضمن دايرة الاختيارات، فإيه اللي حصل معاك؟ اشمعنى؟ البداية كانت إن أنا أصلا كنت بلعب كورة في فريق نادي سموحة. أوكي. لحد سن 16-17 كنا على طول بنروح بعد التمارين نروح نلعب بينج بونج وبلياردو. أيوة طبعا كده، وبلياردو العادي المتعارف عليه يعني اللي هو البول. بول. بس ففي مره شفت صاله السنوكر شدتني، حاجه كنت بتفرج عليها زمان على التلفزيون بس ما كنتش اعرف بالظبط ايه هي يعني. فلما شفتها الحقيقه بقى اتشدت ليها. ف مره في الثانيه يعني بدل ما بروح العب معاهم بول او حاجه بخش العب سنوكر. اوكي. بس فيعني هي جت كده، هي رياضه يعني شيك وراقية جدا الحقيقة، ما ده اللي شدني ليها. وبعد كده ما عرفتش اوفق بين الكورة والدراسة والسنوكر بعد ما لقيت نفسي فيها، ولقيت نفسي ان انا لا في موهبة وبتمرن عشان انميها، ابتديت اخش بطولات، فخلاص كرست رياضتي السنوكر يعني. جميل. انت بتدرس كمان صح؟ في الأكاديمية العربية العلوم التكنولوجيا هندسة ميكانيكا. حلو جدا يعني محتاجه شغل ومحتاجه وقت، محتاجه حاجات كتيره، وفي نفس الوقت انت بقى بتتمرن قد ايه يعني؟ خلينا نفهم بالظبط. هو الحقيقه انا حابب اشكر الجامعه الاكاديميه العربيه برئاسه الدكتور اسماعيل عبد الغفار، ان هم الحقيقه لاي رياضي يعني ان هم بيوفروا كل يعني بيوفروا المناخ المناسب لاي رياضي ان هو يعرف يوفق بين الرياضه والدراسه. ولو لقينا في كاس العالم لكره اليد في لعيبه كتير من منتخبنا الوطني في الاكاديميه. جميل. فالحقيقه انا بشكر الاكاديميه على ان هم بيعملوا يعني لاي رياضي يعني. انا بتهيألي برضو السنوكر فيها شيء من الهندسه برضو ولا ايه؟ اكيد صح؟ فيها فنيات طبعا. هي بيبقى الاعتماد الاكبر على ايه؟ هل على حساسيه الضربه؟ هل على الرؤيه والنظره الثاقبه؟ هل على توقع الخطوه اللي جايه؟ يعني ايه المفاتيح بتاعه التفوق؟ كل حاجه حك قلتها دلوقتي هو بتعتمد يعني ذهني، توافق عضلي عصبي، نفسي ازاي اتملك اعصابي ما عشان اعرف اخد القرار الصح. بس فهي كل يعني كل حاجه. بص هقول لك على حاجه، احنا الويكند اللي فات انا رحت اسكندريه مع ناس صحابي ولعبنا في نادي السيد، لعبنا بلياردو يعني مش عارفين ده نوعه ايه حتى يعني انت اشرح لنا. بس اللي انا يعني هقوله لك ان واحنا بنلعب يعني برضو تحس ان انت الكوره هتدخلها خلاص، دي البيضه هتخبط في اللي هي الكالرد اللي هي الملونه وهتدخل، وبتلاقيها هندسيا فعلا زي ما انت بتقول راحت حته تانية خالص. اشرح لنا برضو يعني للناس اللي عايزه تفهم التكنيك شويه واحنا منهم. وانا هقول البلياردو بشكل عام يعني هو بلياردو بيتقسم ثلاث انواع. في البول ده اللي هو متعارف عليه، وفي حاجه اسمها فرنساوي او كاروم بتبقى من غير بوكيتس كده، بتبقى بثلاث كور بس. في بقى السنوكر ده انا متخصص فيه يعني. بس فهو السنوكر
يعني اكتر لعبه فيها قوانين واكتر لعبه فيها تاكتكس يعني. طب يعني من غير ما ندخل في التفاصيل بس هي مبدئيا المبادئ العامه بتاعت السنوكر فكره ان انت بتوقع كوره حمراء بعد منها ترجع لواحده من الكور الملونه بعد كده كوره حمراء واحده والملونين دول برضو ليهم كل واحده ليها رقم معين يعني بوينتس معين. الكور الاحمر بيبقى 15 كوره والالوان بيبقوا 6 وكل لون بيبقى له سبوت على الترابيزه متعلم يعني. في اليالو باثنين، الجرين بثلاثه، البراون باربعه، البلو بخمسة، البينك بستة، البلاك بسبعة. هو التارجت عشان احقق الابنات بتاعتي ان انا اوقع واحدة احمر بعد كده اختار اللون اللي يناسب الوضع بتاعي على الترابيزة عشان اعرف اكمل اللعب بتاعي. مش لازم ان انا اطمع مثلا اوقع كرة حمراء بعد كده العب البلاك اللي هو اكتر ابنات. مش شرط، لازم ان انا ابلان البريك بتاعتي على الترابيزة واعرف اخد ايه الاول بعد كده يعني امهد لنفسي ان انا يعني اكون موجود على الترابيزة يعني. بالظبط اكون موجود على الترابيزة اطول وقت ممكن. طب والبطولات بقى اتكلمنا عنها محمود اكتر يعني في المغرب كمان البطولة الافريقية اللي كانت في المغرب. هو ان شاء الله هي لسه شهر 5 شهر 5 الجاي. انا بشكر اتحاد الرياضي للجامعات واستاذ محمد الاماح رئيس الاتحاد الافريقي، هو اللي مسك ملف بتاع بطوله الجامعات مع التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات وان هم عملوا اول بطوله سنوكر للجامعات يوم مره في التاريخ. هم ادوا فرصه لابطال الجامعات ان هم يبقى ليهم مقعد في بطوله افريقيا وكده كده متأهل لدورة الألعاب الأفريقية في كينيا إن شاء الله 22. هايل. بس فإن شاء الله. لا يعني فكرة إن يبقى في فعلا تواجد لطلبة الجامعات لأن يعني دي تفصيلة غريبة إن هي يعني استحدثت مؤخرا ما كانتش موجودة من الأول. يعني حظي حلو. بالظبط كده. لا الإقبال كمان يعني يمكن زمان كان خلي بالك والثقافة برضو بتاعت البلياردو مش منتشرة كمان لصغار السن زي الكبار يعني زي ما أنت قلت هي لعبة كلاسيكية شوية ممكن يبقى الناس الكبيرة في السن هي اللي بتلعبها بس إن تبقى متداولة بين طلاب جامعات بتهيألي برضو ما كانتش قامت زمان. أنا ما توقعتش الشكل العام للبطولة كان يعني الحقيقة كان شكل مبهج حتى في الزي ما هو احنا الزي بتاعنا لازم يكون حاجات الشياكه خالص فيتيون وبست ولبس كلاسيك يعني فالناس كلها كانت ما شاء الله كانت كل ملتزم بكل حاجه كان الحقيقه المنظر جميل انا كنت يعني مبسوط جدا. انت اكيد بتتابع برضو البطولات الدوليه وخصوصا حتى يعني في اوروبا منتصب الكامل بس ماتشات البلياردو ولا بتسموها ايه في الحاله دي ولا مباريات البلياردو. انت اكيد بتتابع برضو على الصعيد العالمي مين اقوى الناس ومين اقوى الدول ومين اقوى يعني العناصر في اللعبه دي. فمصر فين عالميا في البلياردو؟ هو المشكله الحقيقه يعني هو احنا عالميا احنا نقدر ان احنا نكون من الكبار يعني بس للاسف يعني بالنسبة للدول العربية كلها يعني والشرق الأوسط احنا مش متواجدين من يعني من الكبار في اللعبة. ايوه ليه؟ ما هو خلي بالك حاجة البلياردو بالمقارنة برياضات تانية يعني في رياضات تانية في مساحة ان انت تقول ان احنا عندنا مشاكل في الاتحاد التمويل فيه مشكلة الفاندنج فيه مشكلة. احنا بنتكلم على رياضة مش مطلوب لها غير يعني مقاديرها معروفة اصلا. هو بنسبة كبيرة عشان ما فيش تغطية إعلامية يعني مناسبة للعبة وبرضه التمويل الوضع المادي مش مساعد ان هو ان احنا نكون موجودين في البطولات العالميه. هو البطولات العالميه ان احنا نكون موجودين في وسط الناس دي ونطلع القنوات اللي هم بينقلوا الماتشات المهمه دي. دول اتحاد المحترفين. زي ما في التنس الاي تي بي والسكواش البي اس اي في السنوكر حاجه اسمها دبليو تي اف وورلد سنوكر تور دبليو اس تي قصدي. يا سيدي اي طرف حروف من عندك وكله هيمشي. فاحنا انا يعني تحت الاتحاد الهواة عشان اطلع العب مع المحترفين لازم اكسب بطولات معينه. اقرب حاجه لينا كمصريين هي بطوله افريقيا. تمام. اللي بياخد او بيكسب بطوله افريقيا بيتاهل بياخد بطاقه المحترفين بيطلع يلعب مع بيطلع يلعب التور يعني. اوكي. هو الفكره ان عشان اطلع العب التور لازم يعني التمويل او الوضع المادي يكون مناسب ان انا اقدر انافس في البطوله. هو
المصاريف بتبقى كتير أكيد. كتير جدا فدي تبقى مشكله معظم الناس او الناس اللي راحت بتروح المده بتاعتها وبترجع او في اللي بيروح ما بيكملش يعني مش هيعرف ينظم تمرينه وان هو يكون مركز في ماتشات مع الوضع المالي صعب. فدي بتبقى بالظبط بقى مشكله معظم الدول العربيه يعني. طب محمود الوقت بيجري بس انا عندي تساؤل انا يعني جه في بالي دلوقتي هل البلياردو رياضه يعني هل اصلا دي بتعد رياضه لان هي مش معتمده على قوه بدنيه على قد ما معتمده على قوه ذهنيه فخليني اعرف منك. تمام لا هي رياضه تمام هي تعتمد على الـ 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 يعني القوة الذهنية و زي ما قلت توافق عضلي عصبي وان انا كمان اكون فت يعني مش لازم ان انا اكون مهمل في يعني ليها تمارين بعيدا عن تربيس البلياردو في تمارين لازم تتعمل يعني مش شرط تمارين معينة انا اكون فت عشان ده يساعدني ان انا افكر صح ان انا برضو التصويب ليك صح لما تبقى ماسك السيك دلوقتي مثلا الماتش بيقعد وقت طويل في ماتش يعني الماتشات ممكن تقعد 3 4 ساعات ففي خلال الماتش ده انا ممكن امشي تقريبا 4 او 5 كيلو بس مجرد اللف حوالين ماشي وكمان ان الطاقه الذهنيه بتاعتي بتستهلك في التفكير وان انا اخد القرار الصح وكمان نيوتريشن وقت الماتشات او وقت البطولات ما ينفعش ان انا يعني اهمل في اكل معين لازم يساعد على التركيز بالزبط. اكتر الكلام ده كله لو حتى عشان بيجي يضرب الضربه ما بيبقاش في كرش مدلدل على الترابيزه يعوق الرؤيه بس فلا هي بتعتمد على كل حاجه الحقيقه مش رياضه سهله زي يعني ما الناس فاكره هيفضلوا واقفين يعني الموضوع مش بسيط لا الموضوع صعب الله احنا مبسوطين بيك بجد يا محمود ربنا يخليك يعني فكرة بطل الجمهورية وبطل عرب كمان للناشئين دي حاجة جميلة وانت سنك صغير وناوي بقى قدام تحترف على المستوى الدولي يعني بس عشان ان شاء الله ان شاء الله يعني لو يعني جات لي فرصة ان انا كسبت بطولة افريقيا ان شاء الله ان شاء الله تأهلت محترفين ان شاء الله يكون في دعم اتحاد وزارة الشباب والرياضة وكمان يكون في من السبونسرز والحقيقة من خلال حضراتكم يعني انا حابب اشكر الاتحاد المصري برئاسة أستاذ عمرو الخلادلي على الدعم اللي أنا شفته المادي والمعنوي في خلال السنين اللي فاتت دي كلها من خلال السفريات معسكرات فحابب أشكر الاتحاد بكل أعضاء مجلس إدارته انت نورتنا يا محمود بنتمنى لك كل التوفيق وعايزين نسمع عنك بقى سمع خير ان شاء الله سواء في المغرب او في كينيا 2022 نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك بالظبط واحنا دايما بنقول لضيوفنا ودي حقيقه بجد والله يا محمود اسال كريم ايوه انا شاهد لما بيجي معانا ضيف وبيبقى لسه يعني عنده بطوله قريبه او حاجه قادم يعني على بطوله او كده احنا وش البرنامج عليه حلو يعني ده حصل مع ضيوف كتير جدا وحضراتكم برده شاهدين انتوا تابعتونا فيا رب ان شاء الله وشنا كمان يبقى حلو يا رب ان شاء الله انت نفسك فيه ترفع اسم اكيد مصر طبعا اكيد نورتنا يا محمود وان شاء الله ترجع اسكندريه بالسلامه باذن الله وتحياتي لكل الحبايب هناك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل فقراتنا اتفضل بمعنويات مرتفعه وطموحات عاليه يدخل فريق الكره الاول بالنادي الاهلي مباراه مهمه امام بيراميدز في الجوله العاشره من منافسات الدوري لتامين الصداره قبل تحليق النسر الاحمر في سماء مونديال الانديه صاحب المركز الأول برصيد 20 نقطة يأمل بالطبع في الحفاظ على تقدمه أمام بيراميدز صاحب المركز الخامس برصيد 3 الفوز الغالي والثمين الذي حققه المارد الأحمر على المقاولون العرب بعد ريمونتادا كبيرة حول التقدم الذئابي بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول إلى انتصار كبير بثلاثة أهداف حمل التوقيع طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشا جعل الأهلي يعود إلى مكانه المفضل في صدارة الدوري كتيبة المدرب بيتسو موسيماني تسعى إلى الخروج بنقاط المباراة الثلاث أمام منافس يملك عناصر جيدة لقطع خطوة جديدة على طريق الحفاظ على صدارة جدول المسابقة ومن ثم تأمين بطولة الدوري للمرة السادسة على التوالي وهو الأمر الذي تطلب عقد أكثر من جلسة بين موسيماني ونجوم الفريق من أجل التحفيز للمرحلة المقبلة التي لا تتطلب ضياع أي نقطة وفي نفس السياق يسابق بطل إفريقيا الزمن من أجل التحضير النهائي لخوض غمار المحفل الدولي الكبير كأس العالم للأندية والتي يبدأها بطل مصر وإفريقيا بلقاء الدحيل القطري
قبل المواجهة العالمية أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا والمصنف الأول على العالم. ويسعى بالطبع نجوم القلعة الحمراء لترك انطباع جيد ورائع عن سيرة واسم نادي القرن الإفريقي. يا أهلا كل حضراتكم من جديد. الحقيقة مباراة النهاردة مباراة مهمة جدا، مرتقبة كتير جدا من الأهلاوية وكمان من مشجعي بيراميدز. الحقيقة مستنين على أحر من الجمر وتوقعات عالية جدا بأن احنا إن شاء الله هنشهد يعني أداء قوي من الفرقتين. طبعا بيراميدز فريق مش سهل، وشأنه في ذلك شأن كل الفرق الأخرى اللي بتلعب الأهلي. وساعة لما بيلعبوا الأهلي الحقيقة بنلاقي ان هم يعني بيقدموا اقوى ما عندهم واقصى ما في طاقتهم. مباراه مهمه هنتكلم مع حضراتكم عن كل تفاصيلها طبعا مع ضيفنا العزيز الاستاذ كريم سعيد، وهو الناقد الرياضي اللي دايما بيمتعنا بتحليلاته ورؤيته الثاقبه. مساء الفل عليك. صباح الخير كريم، صباح الخير نهاوندو، صباح الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. صباح الفل، وان شاء الله يبقى كمان صباح النصر ونفوز النهارده. ونبدا من الجزئيه دي وماتش الاهلي وبيراميدز النهارده باذن الله. زي ما كريم قال ماتش قوي، ماتش ناس كتير جدا مستنياه، ماتش ناس اوريدي عامله له توقعات من دلوقتي. ولكن انا قبل ما نخش في التفصيله دي انا عايز اروح معاك لنقطه الحساسيه اللي ممكن تكون موجوده على الارض قبل اي حاجه يعني تكنيكيه بقى. طبعا ده موضوع مهم جدا وشاغل بال السوشيال ميديا في الايام الاخيره، خصوصا من طبعا السنه دي في لعيبه يعني سابوا النادي الاهلي وراحوا بيراميدز. بس انا هختلف مع كريم في حته، ان هو النهارده بيراميدز لو كسب اللي هيفرحوا اللعيبه والجهاز الفني والاداره، ولو خسروا اللي هيزعلوا اللعيبه والجهاز الفني والاداره، لان طبيعي النادي ما عندوش جماهير يعني، فالمجموعه دي مقفوله على نفسها بس في حته ايه الفرح او الحزن. صحيح. طيب نروح للحته بتاعه الحساسيه. طبيعه النادي الاهلي يا نهاوند لما لعيب بيسيبه بيروح نادي اخر بيبقى في المعظم نهايه مشوار، نهايه مشوار اللعيب في نهايه حياته يعني. النادي الاهلي قلما ما شفنا لاعب بيسيب النادي الاهلي فترته. رمضان صبحي كسر القاعده دي. رمضان صبحي لما جه خد القرار، قرار ما اعتقدش ان له سابقه في التاريخ. صحيح. ولبسات تنفيذه كمان ما هو تنفيذ ما بصراحه برضو خلينا نتكلم بصراحه. رمضان سنه صغير والمبلغ اللي اتعرض عليه يعني صعب 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 ان هو يشوف هذا العرض. يعني مثلا انا باجي اقول له انت انا هديك مثلا 10 قروش في السنه، واحد جه قال له هديك 40 قرش. بس ال 40 قرش دول ممكن ما ياخدهمش تاني في حياته او مشواره الكروي. لا هو ممكن ياخد ال 10 قروش يعني، هو ممكن ياخد ال 10 قروش ويلاقي نفسه، عشان طبعا الهاله بتاعت النادي الاهلي واسم النادي الاهلي هيجي له 10 قروش من الاعلانات مثلا يعني، هيجي له 10 قروش من برامج اعلاميه. النهارده احنا عارفين برضو الميديا في الحته دي عليها طبعا، كان لسه قدامه على الاقل 10 سنين يعني على كل يعني حال. لكن اللي بياخد الخطوه دي طبعا مفيش، طبعا هو حر. بس واضحين احنا في عصر احتراف، وياما النادي الاهلي عمل نفس الامر مع لعيبه من انديه اخرى، ده امر يعني متاح للجميع. ولكن كل واحد في الاخر يا كريم بيبقى واخد نتيجه قراره. هو يعني ده رمضان انت اخذت قرار براحتك، هو نتيجته كانت ظهرت بعد ما اتخذ القرار بيوم من ثاني يوم يعني. واحنا المفروض في عصر احتراف يعني، حتى الكلام من صيغه ان الضغوط العصبيه والسوشيال ميديا الاهلاويه مأثره على اداء رمضان صبحي في الملعب، ده كلام غير محترف، كلام غير منطقي. انا هدي مثال بسيط، من حوالي 20 سنه كان في نجم كبير برتغالي كلنا بنحبه اسمه لويس فيجو، ده كان ايكون في برشلونه، ايكون يعني ايقونه كبيره ولاعيب كبير في برشلونه. جه خد قرار ان انا هروح ريال مدريد. ريال مدريد بيلعب برشلونه في الكامب نو، تخيل اول مباراه للويس فيجو بيلعب برشلونه في الكامب نو وما لوش مع ريال مدريد 4-5 ماتشات. كل ما يمكنك تخيله حصل معاه في الملعب، كل ما يمكنك تخيله. والراجل لعب وبتاع، عمرنا ما سمعنا ان في لعيب بيتاثر عصبيا وبتاع. ليه احنا بنتكلم؟ المفروض انت لاعب محترف بتادي، واي مشكله عندك دي حاجه بتاعتك انت بقى يعني. انت النهارده مش عارف تضبط انفعالاتك، مش عارف انك تساير الوضع الجديد معاك، ان برضه نادي بيراميدز واضح جدا في مباراه سموحه شفنا تشابك وشفنا مشاده قويه ما بين لعيبه كبيره مش لعيبه حتى صغيره، شفنا عبد الله سعيد وعلي جبر في مشاده. واضح ان الامور الانضباطيه في الفريق بشكل عام مش رمضان صبحي بس مش متزن. وبالتالي ارجع للسؤال بتاع حضرتك، الحساسيه طبعا للنادي بيراميدز منذ انشائه لحد ما الناس حاسه ان هو موجه للنادي الاهلي شويه في ترصد ان انا عايز اكسب الاهلي، مش مهم اكسب بطوله،
انا عايز اكسب الاهلي، عايز اخد الثري بوينتس بتوع الاهلي عن اي حاجه تانية. فده واصل لينا كلنا. عشان كده نقدر نقول بشكل مجازي رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره انا عجبني والطريقه اللي قلت بيها جمله ان هم اللي هيفرحوا في حاله الفوز هو اللعيبه والجهاز الفني والاداره طبعا. قد ممكن يعتبر بشكل مجازي ان جماهيرهم هي جماهير الفرق المنافسه للنادي الاهلي، دي حاجه ثانيه، اللي بيفرحوا دايما لانتصار بيراميدز لما يكون بيلعب النادي الاهلي. بس انا في وجهه نظري مثلا بدي مثلا لو مثلا نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك النهارده ما اعتقدش ان هو يحب برضو بيراميدز يكسب، ممكن يكون عايز الفرقتين يتعادلوا، لكن لو بيراميدز كسب ما هو ممكن برضو بيقرب مني وانا مش عايز. اللعيبه عندها خبره طبعًا. لو دخلوا في المنافسه ممكن يبداوا مثلا اذا افترضنا يعني اذا افترضنا لو ماشيين على اخر السنين اللي فاتت يعني لحد ما الاهلي بيجي بيضمن الصداره شويه فده ممكن يعمل هزه للمركز الثاني. فاعتقد يعني انا مكان جمهور الزمالك اتمنى التعادل، ما اتمناش ان حد من الاثنين يكسب يعني. اوكي طيب انا عايزه اروح لنقطه انت ذكرتها وفكره هنا الماتش ما بين بيراميدز وسموحه، معلش مش هقدر اعديها كده لان كان رئيس نادي سموحه كان ليه تصريح انا قريته كان بيتكلم عن يعني عدم العداله التحكيميه. هو تحدث عن النقطه دي تحديدا وربما هو عول عليها في فكره المباراه يعني وفكره هو طبعا اللي حصل شفناها في ماتش سموحه وبيراميدز هي وقعه غريبه لان بصراحه انا هون بصي حتى لو كره فيها شك احنا بننتظر ان الفار يتدخل يعني لو في لو في شك دخل ايه المشكله يعني في الاخر خلينا ندفع الدفاع تاني. هو احنا قلتها معاكم قبل كده وهكررها تاني، الكرات التحكيميه ليها شقين، الشق الاول ليس فيه جدال وهو الشق الذي بيكون معتمد يعني في نص خلاص مفيش جدال، بنتي هتيجي تجادلي معايا هقول لك اتفضلي ادي نص اللائحه خلاص الموضوع انت مفيش مساحه للجدال. لكن لعبه ركله جزاء زي مثلا ركله جزاء امام عاشور الاخيره اللي في ماتش اسوان انا وحكم الفار والحكم المباراه شفناها مش ركله جزاء وهي في وجهه نظري مش ركله جزاء مثلا يعني وجهه نظر اصيب وقد اخطئ عادي انا بني ادم يعني والحكم قد يصيب قد يخطئ وحكم الفار قد يصيب قد يخطئ مصر كلها شفتها ركله جزاء. نيجي برضو لركله الجزاء نادي انبي كريم فؤاد، كريم فؤاد له ركله جزاء مليون في الميه ومن وجهه نظري دي الناس قالوا يا جماعه لا مش ركله جزاء. هنا مفيش مشكله، انت قول وجهه نظرك وانا اقول وجهه نظري. ايوه بس هو بالنسبه للفار انا اسف المقاطعه كريم بس الشيء بالشيء يذكر يعني يعني وارد ان انا وانت نشوف حاجه ما تبقاش على حقيقتها وارد ان حكم المباراه هي في الاول في الاخر امور تقديريه بحته وبتحصل في كسر من الثانيه لكن المفروض ان الفار يفصل. طبعا المفروض ان الفار ما يبقاش فيه مساحه حتى بس هديك مثلا احنا عندنا كورتين كوبي وبيست من بعض نفس الحكم المحلل مش الحكم في المباراه الحكم المحلل كابتن احمد الشناوي بقول اهو الاسم بكل وضوح قال رايين مختلفين. ايه هم الواقعتين اللي بتكلم عليهم؟ كوره نادي الزمالك وحرس الحدود الموسم اللي فات محمود الونش مباراه كانت مهمه جدا لنادي حرس الحدود عشان يستمر في الدوري جامب حد هيشوفه يقول لك ركله جزاء. ما بتكلمش على وجهه نظري انا بقول لك على الايه الشرح التحليلي اللي اتقال للعب. هي نفس الكوره بتاعت ايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي بس مع اختلاف الوضعين ان ايمن اشرف هنا كان مهاجم محمود الونش هنا كان مدافع. الكابتن احمد الشناوي قال في محمود الونش الكوره ما فيهاش ركله جزاء كوره طبيعيه جدا او معظم الحكام قالوا كده وفي كوره ايمن اشرف البعض الكابتن احمد الشناوي قال لا الجامب ده كان في فاول وبدا يشرحها بشكل الى حد ما فيزيائي. دي وجهات نظر. بص يا كريم هي وجهات نظر انا بحترم جدا وجهه النظر طالما مفيش نص طالما ما عنديش نص ارجع له نص واضح يعني النص الواضح تاني نطبقه في مين؟ في كوره محمد عبد الغني في ماتش الزمالك والمصري لما شفنا الكوره الواحده الاولى كلنا قلنا ركله جزاء. ليه؟ محمد عبد الغني وقع على الارض ومنع الكوره بايده جت في ايده لكن لما ترجع للنص النص نص كره القدم واضح الكوره خبطت في جسم اللاعب وارتدت لايده ما فيهاش تعمد يبقى الكوره مش ركله جزاء يعني ما فيش اي ركله جزاء على نادي الزمالك. دي ملهاش دعوه ان احنا بنقول مثلا الكلام ده في قناه النادي الاهلي لا ده النص. احنا ناس عقلانيين وبنتكلم بالمنطق في مساحه جدل نتجادل. كريم ليه وجهه نظر النهارده انا ليا وجهه نظر مختلفه نهوان ليها وجهه نظر ثالثه الحالات التحكيميه تسمح وبقول لك اهو الكابتن احمد الشناوي واحد من ابرز يعني محللي التحكيم حاليا هتلاقي له وجهه نظر من موسم في نفس الكوره مختلف عن كوره حاليه فبالتالي اهم حاجه ان احنا ما نتخانقش ونحترم وجهات نظر بعض.
يعني ونتدارك الظلم لو حصل انه بيضيع بطولات. وهزاوي بس لما عقبت على الكلام بتاع المهندس فرج عامر، طبعا الكوره بتاعه سموحه كانت ينطبق عليها اللي بيقولوا كريم، لان احنا النهارده بنتكلم كوره تعدد بكامل محيطها خط المرمى، فنفترض لنفترض ما شافهاش، لازم الفار هنا كان يقول له ايه يا حاج روح شوفها. تعالى شوف، احنا طبعا ما عندناش جون لاين سيستم، يعني ما عندناش تقنيه خط المرمى في مصر اللي هو اللي هي بتديك بتدي الحكم فايبريشن على الساعه فتقول له خلاص يعني دي موجوده بره. ساعات في بيحصل فيها خطا بس الامانه موجوده وبتحل المشاكل دي. ليه؟ وانس ان الكره فيها شريحه لو عدت الخط على طول يعمل فايبريشن في الساعه بتاعت الحكم، خلاص الموضوع ما فيهوش جدل الكره تعدي. فطبعا انا مع المهندس فرج عامر، حقه ان فرقته كانت ممكن تكسب 2-1 وياخد نقطتين، وهو طبعا كان في امس الحاجه للنقطتين دول. نتيجه التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي، نعم. هل شايف ان المنافسه على الدوري السنه دي هتكون مختلفه عن المنافسات السابقه بالنسبه للنادي الاهلي؟ وبرده استكمالا لنفس السؤال، نعم. يعني هل شايف وان كانت يمكن تبقى لسه الامور مبكره يعني شويه على السؤال ده، بس برده الشيء بالشيء يوصف، طبعا. هل معتقد ان في فريق بعينه هيكون هو الحصان الاسود لدوري هذا الموسم؟ شوف، لغايه مباراه الاتحاد السكندري النادي الاهلي كان ماشي برتم وبسرعه عاليه جدا جدا جدا، ومحسسك ان صعب جدا ان النادي الاهلي حد يخش ينافس معاه. الفريق ماشي بسلسله انتصارات متتاليه وماشي بلاين اب او تشكيل ثابت، والدنيا وسرعه اللعب، سرعه اداء النادي الاهلي لغايه ماتش الاتحاد كان واصل لدرجه عاليه جدا. بعد المباراه دي النادي الاهلي لعب سوني دب في الدور التمهيدي للدوري الابطال، طبعا ماتش الذهاب وماتش العوده خارج التقييم، ما بنتكلم على فريق طبعا يعني اوت اوف كومبيتيشن، ما تقدرش تحط في منافسه مع النادي الاهلي. بعد ما رجعنا بدا يحصل في بعض التغييرات الفنيه والتكتيكيه في النادي الاهلي، شفناها بدايه من مباراه البنك الاهلي لما موسيماني بدا يلعب بالفولس ناين او المهاجم الوهمي، عملها مع وليد سليمان. وبعديها شفنا المباراه بتاعه نادي المقاولين، شفنا يعني 45 دقيقه متباينه ومتغايره ما بين الاولى وما بين الثانيه. شكل نادي الاهلي طبعا في الشوط الاول كان أسوأ ما يمكن، شكل سيء جدا على كل النواحي. الشوط الثاني شفنا النادي الاهلي بيعمل ريمونتادا، ربما الناس تظن ان الهدف التاني، يعني اللي يشوف نتيجه المباراه يقول لك الجون الثالث ده اكيد جه في الدقيقه 90 او جه في الدقيقه 95. الجون الثالث للنادي الاهلي في مرمى مولين عرب جه في الدقيقه 80، يعني النادي الاهلي عمل ريمونتادا في 20 دقيقه، خصوصا من ساعه نزول محمد شريف في الدقيقه 54. هو اصلا من ساعه ما نزل والماتش اتحول الى حد كبير، خلي الحق يقال يعني. عشان اجاوبك على سؤالك هقول لك النادي الاهلي بعض التغييرات دي دخلت نادي الزمالك في المنافسه. ليه؟ انه بدا يلاحظ النادي الاهلي مش ماشي بنفس الريتم بتاع فايلر السنه اللي فاتت. النادي الاهلي خد سترايك 17 مباراه متتاليه، فطبعا احبطت المنافس وخليتك خلاص يعني هنافس مين، دول بيكسبوا 17 ماتش متتالي فانا مش هبدا اركز. ولكن نادي الزمالك اعتقد ان باتشيكو نجح انه يتجاوز محنه نهائي دوري الابطال. نهائي دوري الابطال كان زلزال خبط في نادي الزمالك، هزيمه قاسيه جدا، وفي الدقيقه 86 جون قلمه ممكن تشوفه بالظبط 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 زي جون ابو تريكه في الصفاقسي. يعني لك ان تتخيل، انا كنت حاضر ماتش الاهلي والصفاقسي في رادس في الاستاد، لك ان تتخيل لحظه، والله يا كريم لحظه، 80,000 متفرج بيسكتوا في ثانيه صدمه. فالصدمه اعتقد باتشيكو قدر يتجاوزها، كمان مع في وجهه نظري التمرد اللي عمله فرجان الساسي ما بيلعبش، وبتتكلم كمان مصطفى محمد خلاص يعني قاب قوسين او ادنى من الاحتراف. حتى بتخسر المهاجم الاساسي بتاعك وبتخسر خط وسط، اعتقد باتشيكو قدر يحل ده. بس هو عنده مشكله، مفيش فريق بينافس على دوري يفضل يلعب المنافسين كلهم بالكروسات، هتتحفظ. شفنا نادي اسوان قدر ان هو بشويه زون ديفنس وبشويه دفاع قدر ياخد نقطه، وكانت نقطه مستحقه طبعا. طيب احنا هنطلع فاصل ولسه عندنا انا وكريم ملفات كتير، وبعثه الفريق للمونديال وغيره وغيره والضحيل، وامبارح الماتش يمكن ناس كتيره جدا كمان مصريين واهلاويه اتفرجوا عليه وابتدوا يشوفوا بقى على ارض الواقع اللعيبه دي بتلعب ازاي، الفريق ده بيلعب ازاي. كل ده بس بعد الفاصل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، لسه بنمر مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ كريم سعيد، وكلام مطول ومسترسل
حول مباراة طبعا النهاردة إن شاء الله المباراة المرتقبة بين الأهلي وبين بيراميدز. وعندنا الحقيقة زي ما كانت نواد بتقول لك من شوية مش عارف بقى نلحق نعمل كل الكلام ده كله ولا مش عارف، عايزين نتكلم معاك على تفاصيل تانية بعثة المونديال طبعا مثلا. تعالى نبتدي من الملفات المهمة وخلاص يعني يبقى الفريق والبعثة كلها هتستعد بعد المباراة النهاردة علشان السفر هيكون أعتقد خلال يومين. فيعني طبعا واحدة من أهم النقط أعتقد دايما الكابتن محمود الخطيب بيبقى يعني مهتم بيها جدا هو رئاسة البعثة. يعني الكابتن محمود الخطيب لما بيرقص بعثة خارجية للنادي الأهلي بيبقى قرار مهم جدا في وجهة نظري. ليه؟ بنتكلم الكابتن محمود الخطيب بخلاف طبعا الشكل الإداري الرائع اللي احنا شايفينه في النادي الأهلي في آخر سنتين وأخيرها طبعا امبارح النادي الأهلي خد شهادة الأيزو 9001 في واحدة بتبين لنا قد ايه الهيكل الاداري والمنظومه الاداريه في النادي الاهلي تم تغييرها طبعا وبقت بشكل محترم جدا جدا. النادي الكابتن محمود الخطيب برضو ايكون للكوره في النادي الاهلي، وبالتالي لما النادي الاهلي يكون عنده بطوله او عنده ماتش خارجي مهم ويلاقي ان على راس البعثه الكابتن محمود الخطيب فده بيدي اهتمام اكبر. بالظبط بالظبط كده عشان نشبهها حاجه بسيطه زي ما الشركه نبدا نقول النهارده السي او جاي، فالناس كلها بتبقى فوكس، الناس كلها تبقى مركزة، الناس كلها تبقى مهتمة بأدق التفاصيل، فطبعا شيء جيد جدا. هو يعتبر في شيء من الإرهاب للفرق المنافسة وكتير من الحافز لفرقتنا. بالظبط شيء طبعا حافز كويس جدا للعيبة، وكمان فكرة إن اللعيبة يعني يبقوا دايما شايفين الكابتن محمود الخطيب فيه قبل حتى المباريات المهمة، ده بيدي حافز ونقطة مهمة جدا لازم الجمهور يعرفها. ان طبعا الكوره احنا بنتكلم في تحليل وبنتكلم في ارقام واحصائيات وكل شيء، ولكن الرياضي دايما لازم يكون عنده حافز، لازم يكون عنده حافز وحافز ايجابي يا كريم مش حافز سلبي. يعني لو ممكن بس خدت برضو الجمله دي ورجعت على الكلام بتاع النهارده، ربما انا اشوف ان لازم السوشيال ميديا يتعلموا ازاي النهارده ازود الحافز الايجابي ما ازودش الحافز السلبي. بمعنى ايه؟ النهارده الاهلي اوكي النهارده بيراميدز في شريف اكرامي كان حارس السابق احمد فتحي باك يمين سابق وعبد الله عبد الله خلاص موضوع انتهى، وحتى يعني عبد الله لعب مع بيراميدز كذا ماتش مع الاهلي واتغلب عادي مش ازمه. رمضان صبحي برضو هي الصفقه اعتقد هي انك بتاخد لاعب فريش مش لاعب اوت ديتد، ده لعيب لسه فريش، فمهم جدا ما تضغطش، لا اوعى تضغط لعيبتك عادي ايه المشكله. هو ده هم خدوا قرار ويروحوا يلعبوا في الفريق بتاعه، انت ما تضغطش على فرقتك ما تحطهمش في شحن زايد على اللزوم. ليه بقى؟ اللي احنا انا في وجهه نظري من 2012 واحنا بنلعب بدون جمهور معظم اللعيبه النهارده عندها اكونتس عندها حسابات على السوشيال ميديا، فده بيوصل، فانت ممكن هنا تشحن اللعيب بشكل زايد بشكل زياده جدا، ينزل اول 10 دقائق الانفعالات مش مظبوطه ودي شفناها كتير والنادي الاهلي عانى منها كتير. وهدي مثلا بسيط في الموسم الاول لنادي بيراميدز، وفي وجهه نظري افضل فيرجن افضل نسخه لبيراميدز كانت اول موسم جايب كواليتي لعيبه مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفهم في مصر. ماتش الدور الثاني اللي بيراميدز كسبه بجون كينو اللي عمل الار 2، الماتش ده النادي الاهلي ضيع لا يقل عن 8 فرص محققه قدام مرمى نادي بيراميدز، كان اعتقد ازارو وجيرالدو اعتقد كان ساعتها ضيعوا كم هائل من الفرص السهله. ده بسبب ايه؟ ده مش بسبب الفنيات تاكتكس، ده مش بس لا ممكن بسبب الضغط الزايد على اللزوم. شفنا برضو نفس الامر ده في ماتش النادي الاهلي ونادي بيراميدز في كاس مصر بعديها، النادي الاهلي يعني مسيطر على المباراه تماما وإيريك تلاوي راح بفرصة واحدة جابها جون، ده بسبب إيه برضو؟ الشحن الزايد. ساعات الشحن الزايد عن اللزوم بيجي بنتيجة عكسية. صحيح ده شفناها. يعني ده ممكن يخلينا في الآخر ناخد انطباع، ده ما كانش يقين كمان إن السوشيال ميديا بدل ما تكون أداة تهدئة في الأوقات اللي يلزمها تهدئة ساعات بتتحول إلى معول هدم. هي السلاح ذو حدين. انا هي طبعا هي ملهاش قواعد. ليه؟ ده دايما بنقول الجمهور ما تقدرش تحط له قواعد، بيكون ان ملهاش قواعد ده صعب. بس المهم. انا هنا اكلم مش اكلم الاكونتات الشخصيه، انا هكلم البيجات
هكلم الصفحات اللي عليها عدد كبير. حتى دلوقتي معنيه جدا بحيث ان هم يسخنوا الاجواء والراجلين. طالما انت النهارده وصلت الرقم كبير بقى عليك مسؤوليه. يعني مثلا زي مثلا احنا بنقول صفحه محبين النادي الاهلي عليها مثلا ما لا يقل عن 5 أو 6 مليون متابع. ده معناه ايه؟ لو قلنا مثلا خمسهم اكتف يعني من 5 مليون دول في 5 يعني مليون وده رقم كبير جدا. فهنا لازم هنا تحسب بقى اللي انت بتكتبه. ليه؟ لان هيوصل لناس كتيره واكيد لعيبه الفريق هيبقوا عاملين فولو للبيج سنس ان هم شايفين ان هي اكبر بيج فيها فولورز. فممكن خلي بالك ان احنا النهارده بنتكلم لعيبه مفيش جمهور في الملعب هو بيستقي انطباعات الجماهير من السوشيال ميديا من الصحافه النقاد الرياضيين والسوشيال ميديا بحجم كبير يعني. لا مواقع يعني كلها مواقع يعني. انا من اواخر الناس اللي لسه بيشتروا الجرايد على بجد والله العظيم. لا والاجيال لو ما كنتش ماسك الورق كده والحبر يسود لك صوابعك تحس ان في حاجه ناقصه عشان انت اتعودت. بس فعايزين نقوله يعني دايما مفيش مشكله انك تدعم وتحفز ولكن خلي بالك ان هي شعره بسيطه ما بين التحفيز الايجابي والتحفيز السلبي. طيب بالنسبه لبقى الدحيل والمباراه امس والمتابعه الكبيره جدا اللي كانت موجوده الناس كلها بترتقب بقى ازاي او عايزين يشوفوا ويتوقعوا الماتش هيكون المباراه القادمه بين الاهلي والدحيل ازاي. فناس كتير قوي قوي تابعت مباراه الدحيل بالامس. خير نفهم منك اكتر برضو شفتها ازاي. نعم شوفي الدحيل لعب اخر ماتشين اللي هيشوفهم يعني الفرق كان اخر ماتش اليوم في الدوري مع قطر القطري وتعادلوا 1-1 كمتاخرين بهدف نظيف. وماتش امبارح كان مع الاهلي القطري في كاس الامير وامبارح كسبوا 6-0 اداء مختلف تماما عن الاداء اللي قدموه قدام قطر. امبارح الدحيل شفنا فريق كومباكت جدا فريق متقارب جدا المساحات والمسافات ما بينه لعيبه سريعه جدا معاهم طبعا لاعب جناح يعني نقدر نقول عليه كواليتي اوروبا وامريكا الجنوبيه. بنتكلم على دودو اللعيب اللي هم يعني استعاروه من بالميرس البرازيلي لكن تتخيلي اعاره بس اعاره واخدينه سنه اعاره ب7 مليون يورو. فبنتكلم في مبلغ بالنسبه لنا رقم يعني خيال علمي اعاره مش حتى شراء. الواحد تعب من ساعه ما اشتغل في الرياضه بالارقام اللي بيسمعها دي يا جماعه والله العظيم مش كده يا جماعه. ان شاء الله ربنا يرزقك. سبق ده هبقى كتير عارف لو جالي حتى هبقى كتير عليا فر من الدنيا. طيب اللي عايز اقوله امبارح طبعا الفريق قدم كره سريعه جدا والمساحات والمسافات ما بينهم يعني فعلا فريق لما اللعيبه بتركز. امبارح شفنا فريق مرعب بكل ما تعنيه الكلمه. ان شاء الله اكيد بعد نهايه مباراه بيراميدز هيبقى الحديث عن المونديال اكبر ولكن فريق الدحيل اكيد مش هو الشكل اللي ربما كل الناس شايفته قدام في ماتش قطر القطري. لا الفريق سريع جدا وعنده طبعا معز كمان علي عندهم جناح قطري لعيب فعلا وهمي. فالدحيل يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل له دراسه كامله على قناه النادي الاهلي وباذن الله باذن الله باذن الله تبقى الصوره واضحه لمحللين الاداء مع موسيماني وباذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يتجاوز هذه المباراه. كويس جدا وان شاء الله يعني مش هنقعد نقول هنفوز بمونديال وكاس العالم للانديه ولكن نامل. يعني انا بشوف ان فكره ان احنا كمان نخش في رانك احسن من قبل كده دي في حد ذاتها كويسه وفكره ان احنا نشارك برده في حد ذاتها كويسه ففي اوجه ايجابيه كتيره جدا ممكن ان هي برده نطلع بيها. بص انا كنت معاكم قبل القرعه لو تفتكري وقلت لك ان كنت اتمنى على المستوى الشخصي ما نروحش سكه باير بس خلاص يعني وقعت الفاس في الراس ويعني اذا ان شاء الله باذن واحد احد تخطينا عقبه الدحيل هنلاعب بايرن. بس امانه فعلا لا حديث عن مباراه بايرن خالص لان مباراه الدحيل خطره جدا. وعايز برضه افكر جمهور النادي الاهلي بغلطه ربما كنا يعني كلنا كنا بنعملها بشكل عفوي وهي ان في 2013 النادي الاهلي القرعه اوقعته في مواجهه جوانزو الصيني. كان ساعتها جوانزو بيدربوا مارشيلو ليبي وجوانزو فريق صيني قلنا يعني موضوع بسيط مارشيلو ليبي عينه على راسنا مفيش مشكله خالص بس يعني ماتش سهل وبيتلعب في المغرب ومفيش حتى ساعه بيولوجيه عشان نروح اليابان وكده وموضوع سهل يعني الاهتمام بالمباراه ما كانش على اكبر قدر. رحنا واتغلبنا 2-0 وضاع كل شيء. فتاني لا عايزين نهتم فعلا بالمره دي. انا عارف الناس بتحب يعني التهريج والنكت على السوشيال ميديا في حته بايرن طبعا هنلعب نوير والحاجات دي كلها بس فعلا والله ليه لا ان احنا نركز في ماتش الدحيل ولما يجي ماتش بايرن يبقى يحلها الدوله بالظبط كده.
خش بقى السوشيال ميديا وكنا بنسال الناس توقعاتهم ما بين مباراه الاهلي وبيراميدز ومين نجم المباراه ونبدا بيك كده توقعاتك يا كريم ايه ان شاء الله النهارده نجم المباراه لو يعني التشكيل بتاع النادي الاهلي جه حسب ما انا متوقع والدنيا مشيت طبيعيه جدا محمد شريف هي يعني في وجهه نظري هو اتكرر كتير في الاجابات اللي جت يبقى هو نجم ونكسب كام تقريبا او يعني السكور بصي انا عمري ما توقعت النتائج يعني بقول معانا بقول نسب احنا بنعمل سحب وجوايز شكل نكسب بقول نسب يعني النسب النهارده بالنسبه لي اعتقد 65% النادي الاهلي 35% بيراميدز تمام ايه هو ده اللي نسب ومال احنا عايزين ارقام يا استاذ 4-1-3-2 لا خلي النسب معايا هو كده كده المشاهدين عملوا معانا بقى الواجب ده من ضمنهم مصطفى كرم بيصبح علينا وبيقول توقعاته لمباراه النهارده فوز النادي الاهلي 2-0 كهربا ومحمد شريف وعبد الرحمن شعبان بيقول ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي ونجم المباراه كابتن محمود كهربا محمود جميل. يسري برده 2-0 محمد ياسر 3-0 عمر احمد ان شاء الله الاهلي و 4-0 الأهلي ورجل المباراة هيكون مروان محسن وعبد الرحمن عاطف بيقول توقع فوز النادي الأهلي 3-1 إن شاء الله أحمد محمود 2-0 وبيتكلم عن شريف وقفشة أحمد السيد أو السعيد بيقول صباح الخير عليك نواند وكريم متوقعين 3-0 يعني لحد بقى 2-0 و3-0 أكتر الإجابات أحمد السيد صباح الخير على أجمل برنامج إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 وأتمنى تكون النتيجة أكتر من كده اما بالنسبه لنجم المباراه هيكون اليو ديانج واحب اشكركم على فقره السوشيال ميديا اللي فيها بتوصلوا صوتنا وبنحس اننا موجودين معاكم في قلب القناه نورونا حقيقي محمد احمد 2-1 للاهلي والاهلي هو النجم ماشي محمد مجدي 3-0 للاهلي واحمد الشرقاوي 1-0 ومحمد شريف هو نجم المباراه وابرز المعجبين محمود برنس بيقول ان شاء الله الاهلي 3 وبيراميدز 1 برضو احمد ابو حماد 2-0 ورمضان ماهر 2-1 وبيتكلم ان والتر بواليا وكهربا انا نفسي والتر بواليا والله يبقى يعني نجم المباراه اكيد كلنا عندنا امال فيه كبيره نتمنى ان شاء الله يحقق ده على الارض محمد ابو النجا صباح الورد 2-0 للاهلي محمد عبده صباح الخير ان شاء الله 2-1 للاهلي طيب ومصطفى بركات فوز الاهلي ان شاء الله 2-0 علي معلول ومحمد الشريف ومحمود الشقره 2-0 للنادي الاهلي كهربا وطاهر عبد السلام عبد الله صباح الخير يا استاذ كريم واستاذه نهاوند ان شاء الله الاهلي يفوز 3-1 والقضيه ممكن نجم المباراه محمد شريف هيسجل هدفين ومروان محسن هيسجل الثالث فتحي الشرقاوي بعد صباح الفل والياسمين شايف ان النتيجه هتكون 5-1 للنادي الاهلي بالترتيب الاتي ذكره بنون قفشه يعني خلي بالك اعملي حسابك قفشه هيجيب جولين ورا بعض ما يفصلهمش حد ثم مروان ثم طاهر طيب جميل حسين احمد 4-0 للاهلي ورجل المباراه مروان محسن محمد ابراهيم احلى صباح القناه على احلى قناه في مصر 2-0 للاهلي يعني عايزه اقول لك التوقعات كلها تقريبا 2-0 يعني وائل برده محمد ويوسف خلوفي بيقول 2-0 سامح فهيم ومصطفى المكاوي واحد بيقول 2-0 واحد بيقول 4-1 و4-0 يعني دي بقى جديده اربعات لسه حلو انا اتوقع ان هيبقى سكور مش متوقع شفت بقى الجمله دي اتوقع سكور مش متوقع ده بجد والله بصي خلي بالك يا هوندا هي فكره ظروف المباراه دايما بتبانش غير بعد مرور 10 او 15 دقيقه لان ممكن ساعات مين كان يتوقع مثلا يعني دايما بقول المثل ده ماتش الاهلي والزمالك 6-1 مفيش حد بالذات المباراه دي لكن اللي فرق في المباراه دي ايه ان هدف الجون بتاع رضا شحاته جه في اول دقيقه اول دقيقتين فهنا بيحصل السيناريو نفسه اللي حطه المدير الفني بيختلف كلها ساعات قليله جدا ونتعرف كلنا على السيناريو وبنتمنى طبعا الخير والفوز لنادينا الحبيب النادي الاهلي بنشكر كل حضراتكم على حسن متابعه حلقه النهارده بنشكرك يا كريم نورتنا حلقتنا النهارده اتفضل يا فندم والله الله ابدا الله يا فندم انت اللي تنهي والله انت بتختم. شايفه كده انا شايفه كده يعني انت مصر على كده خلاص يبقى ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي الى اللقاء